يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومتميزة كالعادة من برنامجكم برنامج سيدتي. راح نبدأها بأبرز العناوين. في سيدتي اليوم، ما هي حقوق الموظفة السعودية بالدوام الليلي بعد قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة؟ تزامناً مع السنة الجديدة، ما هي أهم الأدوات التي تساعد على اكتساب المهارات وتحقيق الأهداف؟ أول سعودية تحصل على رخصة فني بنك عيون مرخص من الجمعية الأمريكية لبنوك العيون. تنمر شريك الحياة وتأثيره على المرأة وما أهم الخطوات للموازنة في العلاقة. مريم فارس وأنغام تتألقان في سمرات شتى الرياض، وآخر أخبار المجتمع أونلاين. وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية يدشنان مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في المملكة. يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، اكيد ارحب فيكم من جديد، لكن اسمحوا لي بالبدايه كالعاده ارحب بزميلاتي في الاستديو. حياك الله يا رندا. اهلا وسهلا فيك يا ريم. اهلا وسهلا بك مها ورندا. اليوم صحينا من امس في الليل حقيقه، صحينا على اجواء لندن، من اجواء لندن، يعني حتى في لندن الضباب اللي اشوفه في الرياض انا ما شفته في لندن صراحه، فما ادري كيف يقولوا لندن مدينه الضباب، بالعكس انا شايف انه الرياض ما شاء الله تبارك الله في الشتاء ضباب وجو بارد جدا 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 اليوم. شوفي رندا يديك العافيه. الله يعافيك. الرياض جالسه تسوي لنا تمويه، عرفتي اللي اباغتكم بالبرد. بالضبط، يعني ساعه تصيفون ساعه تشتون، فاحنا ما احنا عارفين صراحه ايش نسوي بالضبط، لكن ما ادري، انا قررت من اليوم اني انا طول الموسم مشتت. هو احسن الوقايه خير من العلاج رندا. يعني مثل ما قلتي، يعني قبل كم يوم كانت الحراره 24 في ديسمبر، والحين يعني اول ما دخلنا جانيوري شوي حر شوي برد، لكن اليوم الجو يفوز. ابدعت اليوم الرياض صراحه، يعني الواحد بس يبغى يمشي في الشوارع ويشوف المطر والاجواء الحلوه، حتى الفايبس مره حلوه، يعني الناس مبسوطين ومروقين ما شاء الله. ومع الاجازه يعني التوقيت مره حلو، اجازه وواحد يقدر يطلع في الصباح او في العصر، الجو بارد ودافي. بارد دافي لا، بس بارد وحلو، واحد يلبس الدفة بس انه يستمتع بالاجواء البارده هذه. هو صحيح. مشكله زي ما ذكرت المباغته، مباغته البرد هذه اللي ما تعرفين ايش تبغين، تشتين ولا تصيفين. بس طبعا امس كان افتتاح مهرجان العود، واللي شفنا فيه الفنانه يارا وكمان الفنان مروان خوري، كانت ليله مميزه على مسرح ابو بكر سالم، كانت اكيد بالبوليفارد. وطبعا هالمهرجان اللي مقسوم على يومين، اليوم هو اليوم الثاني، واللي راح يجمع الفنان هاني شاكر وانغام اكيد على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض. طبعا يمكن شفنا امس كيف كانت الجلسه، كان كثير شيء رائع، كثير استمتعت صراحه وانا اشوفه، فما اعرف اذا شفتيها ريم او لا. اي شفنا من الحفله وشفنا كيف كان الجو بدا يتغير، ما شاء الله الجو البارد، الناس مستمتعين، يعني هو من امس الليل بدات الامطار وبدا الجو مره يتغير مع الاجواء، الموسيقى والغناء والضباب طبعا صحيح. يعني انا تمنيت صراحه انه احنا كان نقدر نروح هناك، انا عن نفسي انا ما قدرت اروح، لكن فعلا شفناها على التلفزيون، ويعني تمنيت ان انا اكون مع الناس واشوف الحفل، لكن ان شاء الله يعني ما حتكون اكيد اخر حفله، لكن الحفلات الكثير جايه باذن الله، فان شاء الله نقدر انه احنا نحضر مثل هذه الحفلات في هذه الاجواء. اليوم مكملين نفس صحيح الحفله وانغام، راح يكون الفنان هاني شاكر وانغام، اكيد الناس متحمسين، احنا كمان متحمسين، احنا كمان هاني شاكر. هاني شاكر صراحه انا من فانزاته، مره احبه، مره احب صوته، احب خامه صوته. أكيد خامه صوته فعليا، يعني زي لما نقول انه محمد عبده الايقونه، هو وعبادي الجوهر عندنا بالرياض، فهاني شاكر صراحه صوته ما يتكرر. صح. يعني زي الاثنين دول اللي يعني حتكون ليله طربيه جميله، واكيد طبعا بوجود الفنانه انغام، يعني اكيد الناس اكيد حيستمتعوا بهذه الليله. كثير ناس يعلقوا انه الان احنا في مربعانية أو هذه نهايتها أو بدايتها، ما أعرف، لأنه خصوصا الجو هنا متقلب في الرياض، فالواحد ما هو عارف إيش الوضع، لكن خلينا نتعرف على حالة الطقس المتوقعة للمملكة بشكل عام خلال الأيام القادمة، وهل نحن على وشك انتهاء مربعانية الشتاء؟ نرحب بضيفنا الأستاذ حسن كراني، خبير أرصاد جوية. أهلا بك أستاذ حسن. يا هلا وسهلا. كيف حالك؟ وحشتنا.
الله يسلمك ونور وكل. الله يطول بعمرك. طبعا احنا هنا في الرياض بنستمتع باجواء مختلفه جدا، جو جدا بارد، امطار، ما ادري كيف عندكم الاجواء في جده، ولكن بصفه عامه ما هي توقعاتك لحاله الارصاد الجويه في المملكه العربيه السعوديه للايام القادمه؟ والله اتوقع بعون الله تعالى ليله ممطره، خاصه هذه الليله على أجواء المنطقة الشرقية والوسطى، وخاصة الأجواء الشرقية للعاصمة الرياض، مع فرصة لهطول أمطار حتى منتصف الليل وبعده. جميل. كما أن هناك فرصة لتكون الصقيع والضباب الإشعاعي التي أشرت إليه في بداية حديثك هذه الليلة وفجر الغد على أجواء المنطقة الوسطى وخاصة على أجواء الرياض، وضباب انجرافي على أجواء المنطقة الشرقية. نعم. مع صقيع وضباب إشعاعي وتجمد مياه على مياه على عفوا على أجواء القطاع الشمالي. أستاذ حسن يعني يقولون لك ما نعرف إذا خلصت والله يا أستاذ حسن حنا تعبنا، ساعة نشتي ساعة نصيف مرضنا، يعني من جد حنا مش نعرفين نشتي ولا نصيف، يعني هل بتستمر حالة انخفاض الجو؟ نظل مشتين ماخذين احتياطاتنا؟ لا نغامر بأطفالنا ونلبسهم صيفي وهو لسه ممكن الأطفال حساسين، ممكن أنه بسرعة يدخلهم البرد حتى حنا لأنه نصيف ونشتي. فأنا بنعرف إيش المناطق اللي تستمر فيها الانخفاض يعني وتستمر لأي يعني لكم أسبوع إذا نقدر نقول أو شهر؟ على العموم هي زي ما تقولي لذة الحياة في التغير. أما عملية البرودة بعون الله تعالى سوف تستمر على كافة أجواء المملكة حتى 17 يناير 2020. صحيح. طبعا أستاذ حسن مثل ما ذكرنا في المقدمة قلنا إحنا نسأل والناس بالأصح تسأل بخصوص المربعانية، هل هي على وشك الانتهاء؟ أو يعني نبغاك تعطينا ما شاء الله من خلال خبرتك خصوصا المربعانية، يعني هنا في الرياض ما شاء الله مثل ما ذكرنا في البداية مرة برد، فنبي نعرف يعني لين متى راح تستمر؟ والله المربعانية على وشك النهاية على العموم. نعم. حتستمر بعون الله تعالى حتى حوالي 15 يناير. اه طيب جميل. وبعد المربعانية ايش راح يجينا؟ والله في هذه الامور مربعانية وداء انا لا اجيد زي ما تقول التعبير فيها يعني تخصصي ارصاد عملية مربعانية وسم ما وسم، انا بعيد عن الامور هذه. جميل. طيب يعني حنبدا نخفف كذا ولا نفضل مشتين الين مارس؟ لا تخففي، عمليه تخففي لا، لانه المساله حتكون في عمليه مد وجزر. بالضبط. فعمليه المد والجزر هذا طبعا مؤثر جدا على الصحه، خاصه للكبار السن والاطفال واصحاب الامراض الصدريه. نعم. شايفه؟ صح. فالمساله بسيطه جدا، ما عليكم الا تدفئه المنازل بالتدفئة المناسبة. نعم. وتهوية المنازل وتجنب التيارات الهوائية الباردة جدا. أما الجو حلو جدا هذه الأيام، يعني أتخيل الرياض تصل إلى 1 فوق الصفر، معناته في فرصة لتكون الصقيع. وعموما نعم. أبغى أشير لحاجة واحدة، أن الناس بتعتقد أن الصقيع ما بتكون إلا في درجة حرارة صفر، بينما هذا غلط جدا. الصقيع يتكون إذا كانت الحرارة 1 فوق الصفر إلى 5 فوق الصفر. ليش؟ لعدم صفاء المياه عندنا في المنطقة. طيب نعم. أستاذ حسن إيش أهمية التعليمات أو الاحتياطات اللي لازم حنا ناخذها؟ أنت ذكرت الآن أنه يعني لا نصيف، يعني نظل مشتين وماخذين احتياطاتنا وماخذين الدفء اللي حنا متدفينه الآن، لكن إيش الاحتياطات اللي لازم حنا نعملها أو التعليمات اللي لازم حنا نمشي عليها علشان حنا يعني ما تباغتنا نزلة برد أو مرض لا سمح الله؟ والله أنا أرى وجهة نظري أنه متابعة النشرة الجوية من ذوي الاختصاص، وأكرر لك من ذوي الاختصاص. جميل. متى ما حسيت في عملية تغير في النشرة الجوية، مثلا اليوم بارد يقول لك يميل للدفء خففوا شوية، يا مثلا كولد تشا هواء بارد داخل زودوا اللبس شويه، لا تتبعوا ما يقال في السوشيال ميديا. نعم.
أكيد أستاذ حسن، يعني لازم الواحد يأخذ المعلومات من مصادر موثوقة. عموما إحنا نشكرك ونشكر هذه المداخلة وكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. يعني فعليا مثل ما قال الواحد مفروض يأخذ المعلومات من مصادر موثوقة. وحنا أنا وما أخذ أنا وريم أخذناها من 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 جسمنا صراحة ومرضنا. هذا أهم شيء، لأن أنا مرضت فعلا. الناس يعني ممكن أنت تكونين مرة بردانة مثلا في درجة حرارة خلينا نقول 15 مثلا، أنا أكون لا يعني متقبلة، والعكس صحيح، ممكن أن أنا أتقبل. والله نصيحتي لك اجلس طول ذا الشهر وانت مشيتي. أنا عموما الجاكيت ما ينزل من السيارة بس يعني إن كيس، لكن يعني الجو حلو، الواحد يستمتع بالصيف ويستمتع بالشتاء بشكل عام. وأجواء الرياض طبعا بالشتاء تصيفين. أقول في أجواء الرياض طبعا، يعني أمس كانت درجة الحرارة في الظهر 28، اليوم 13، صحيح. ففي في فرق كبير يعني، والواحد يستمتع بالإجازة، وأهم شيء ندفى وندفي أولادنا حتى لو صحيح. شوية جات حرارة شوية أو شفنا الجو دفي شوية لازم ناخذ احتياطاتنا يعني والجاكيتات معانا، يعني الواحد ما يدري إيش راح يحصل. أكيد طبعا، لكن إحنا كده مكملين باقي الفقرات، لكن مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل وأكيد راجعين. بعد أن أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أكيد بدء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة في الأول من يناير 2020، هذا من زود ما الخبر حلو أكيد. دعونا نتحدث اليوم عن الجانب القانوني لحقوق الموظف السعودية بالدوام الليلي بعد هذا القرار، إيش لها وإيش عليها. أكيد مع أفنان الحنطي محامية. هلا وسهلا. أهلين. هلا أفنان. هلا مساء. أفنان قولي لي، في حقوق وواجبات لازم أنه العاملة تكون عارفتها وتعرف إيش لها وإيش عليها علشان نقدر نقول يكون كل الأمور واضحة بالنسبة لها. إيش الأشياء اللي أو الحقوق والواجبات اللي على الموظفة أنها لازم تعرفها؟ طبعا هي لها أكيد حقوق باب تشغيل النساء بنظام العمل سابقا، في تنظيمات جديدة تخص العمل الليلي. مثلا ما تروح الدوام اليوم التالي بمدة أقل من 12 ساعة، يعني دوامها في اليوم التالي ما يكون بعد نهاية الدوام الليلي بأقل من 12 ساعة. يعني لو 12 بالليل 12 الظهر تكون مداومة عادي؟ لا إيه بتشوف بعدها لازم 12 ساعة، يعني 12 ساعة. أوكي. الدوام الليلي يكون بالتناوب بين الموظفين، فما يستمر الموظف أو الموظفة أكثر من 3 أشهر بشكل مستمر على هذا الدوام الليلي. يرجع يسوي لهم تدوير موظفين آخرين يأخذون الدوام الليلي. لا تقتصر الوردية، أو مو بلا تقتصر عفوا، أن لا يجوز أن تكون وردية الدوام الليلي فيها أقل من موظفتين. موظفتين بنات عشان يكونوا مع بعض شيء. يعني وحده لحالها ما يصير. وطبعا في احكام ثانيه هي اكيد حتستفيد منها، اللي هي في باب تشغيل النساء باي عمل اخر، اللي هو خصوصيه دورات المياه او اوقات الاستراحه او عدم انها ممنوع لها او على الموظف انه يكون في خلوه، وعلى المنشاه انها تهيئ الظروف وتعمل التدابير انا ما يكون في هذا الاختلال. بس انا قبل ما تساليني عن قبل ما اجاوبك عن حقوق الموظفه، ودي اوضح بس ان الان صار في اسهل وصول الموظفه لهذه المعلومات. أوكي. يعني طبعا هي موجوده بالنظام بس الان صارت بشكل اسهل الوصول لها، ما هي مضطره انها بس تقرا النظام. وزاره العمل فتحت حسابات في كل وسائل التواصل الاجتماعي لرفع التوعية القانونية للموظفة، يعني رتبتها بطريقة كانت أوضح وأسهل ومختصرة، ما احتاج أقرأ النظام كامل، في كل وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى في رقم اللي هو مستشارك العمال، رقم مباشر في نخبة المحامين يردون على استشارات أي عامل أو عاملة. إيش الرقم طيب؟ ما حفظت. أوكي. لا ان شاء الله راح ندور الرقم. صح. لازم عشان الناس يستفيدون، الموظفات خصوصا في هذه المجالات الجديده او التعديل في القوانين. لكن افنان خلينا شوي نسالك بخصوص الاجر، يعني نبغى نعرف من هذه الناحيه، اللي يعني العمل لمده 24 ساعه شفتات هذا ما هو بهين، فاحنا نبغى نعرف الفرق بين العامله او الموظفه بالاصح والموظف، هل هناك اختلاف او انهم نفس الشيء من ناحيه الاجر؟ يعني العمل الليلي لازم يكون فيه
مزايا وتعويضات. نعم. لكن مسألة أنها هي مرأة أو رجل ما فيها تفريق كبير. ما يختلف. هي أهم شيء الأنظمة أو أخضعوا العمل الليلي أو حتى نظام العمل بشكل عام تقييدات معينة تلائم طبيعة المرأة. نعم أكيد. في نقطة هي تشمل الجنسين، أنه مثلا في العمل الليلي ممكن ما يكون بسهولة المتاح مثلا الوصول لخدمات صحية أو مواصلات نقل. نعم. أو غذاء، فإذا كان الوقت لا يسمح فالمنشأة مضطرة أن توفر هذه الحاجات. طيب خلينا أسألك كمان عن تعامل المرأة السعودية وغير السعودية، طبعا العاملة في الليل نفس الشيء في الحقوق في الواجبات في الأجر في الزيادات في توفير اللازم؟ شوفي العمل الليلي هو التنظيمات اللي صدرت فيه يعني تحاكي طبيعة المرأة أو تلائم، يعني تحاول أنها تكون فيها ملائمة طبيعة المرأة للعمل الليلي. الأجنبية مرأة نفس الشيء بالضبط، يعني ما في فرق بين سعودية وغير سعودية. نظام العمل على حسب نظام العمل. مثلا إجازة الغير مسلمة في وفاة زوجها تختلف. نعم. عن إجازة نفس المسلمة. إجراءات نقل كفالة، هذه أمور عامة بشأن أجنبية في أي عمل، ما هو بس الليلي. مزبوط. لكن الليلي فكرته أنه حيحاولون يخلونه ملائم لطبيعة المرأة، فطبيعة المرأة هي مرأة سواء أجنبية أو سعودية. مزبوط. طيب لو تكلمنا شوي عن يعني إحنا يهمنا كمان أنها تكون بأمان، يعني وتكون شوي في أمن في حراسة، يعني أوكي حتفتح مثلا كاميرات إذا مراقبة صح؟ أحس لازم يكون في شخص موجود، لأنه تعرفي بالليل أنه ما أنت ضامنة إيش بيصير لا سمح الله وبنات، فأحس هذه جدا مهمة. صح. لو تكلمينا شوي عنها حراسة أمنية ونظام أمني وكاميرات مراقبة لكل نقطة تضطر الموظفة أنها ترتادها، حتى لو كانت في المخزن أو في المستودع. أوكي. لازم تكون هذه الكاميرات شغالة، إذا كانت في مول فهي مسؤولية المول، المول ما غطاها والمجمع التجاري ما غطاها فمسؤولية المحل، سواء مغلق مفتوح كشك وش ما كان نوعية هذا النشاط لازم تكون فيه كاميرات مغطاة كاملة على كل نقطة تضطر الموظفة أنها ترتادها، يعني من حقها يكون في أمن. نعم. طيب يعني بس فولو اب على الكويستشن والسؤال اللي سالته رندا، يعني لنفترض على سبيل المثال الله لا يقوله، لكن صار في مثلا تحرش، اعتداء، سرقه، ايا كان من انواع التعدي على حقوقها وحقوق المحل مخالف للقانون، مثلا البنت ما بلغت خافت. طيب قانونيا هم عندهم كاميرات مراقبة، هل هم يعني يتخذون الإجراء حتى لو في مثلا تنازلت، أو في طبعا احنا نعرف في حق عام وفي حق خاص، لكن احنا نعرف أبغى أعرف هل يتخذون هذا الإجراء بما أنها هي موظفة في هذه المنشأة، أو هم يعني إيش حق عام وحق خاص؟ أنا إذا تعرضت لأي أنواع الإيذاء. نعم. في مكان العمل. نعم. فأنا ممكن أقدم هذا البلاغ لجهة العمل أنها هي المفروض أو إدارة المنشأة أنها هي تأخذ العقوبة العمالية. بس البنت خافت من فضيحة ولا خافت أي شيء ما بلغت. بجيلك نقطة ثانية. بالإضافة إلى أنه هذا لا يعني يسقط حقي أني أنا أرفعه للجهات المختصة. صح. يعني أنا أبغى هذا الموظف اللي معي أو صاحب العمل أنه يتحاسب على حسب أنظمة العمل اللي هو الفصل المدري إيش، بالإضافة إلى حقي في التحرش بشكل عام. صح. في المحاكم في الشرطة في فهمتي علي؟ لا يعني أنه أخذ عقوبة تأديبية أو نعم. فصل من جهة العمل أنه سقط حقي بإني أنا أخذ لا، هذه لا أنها تسقط حقي في الأخرى. نعم. هذا أولا. ثانيا أن أنا في العمل لمدة معينة. نعم. 5 أيام ما بلغت خلال 5 أيام ما لي حق، سقط حقي، لكن في الجهات المختصة الثانية اللي هي عن طريق الشرطة وتحال المحكمة لا أنا لا يسقط مرة مهمة ذكرتيها أفنان. 5 أيام هذه معلومة خمس جديدة. 5 أيام من يعني وقوع الجريمة لازم أنا أو الإيذاء لازم أنا أبلغ، والجهة لازم تتخذ الإجراء خلال 5 أيام من تاريخ. وإذا ما بلغت 5 أيام سقط حقها ما يمديها تطالب ولا شيء. الطالب المنشأة ان انا اشتكي او ابلغ المنشاه ان انتم خذوا لي حقي. نعم. على حسب نظام العمل عندكم ان فصل تاديبي فصل مدري ايش وش ما كانت العقوبه وش ما كانت نتيجه التحقيقات خلال 5 أيام. نعم نعم. لكن انا بروح للمحكمه بروح للشرطه حقي مفتوح.
ما عندي مدة محددة لا يسقط التقادم. مزبوط. صحيح. طيب أستاذة أفنان، يعني أنت ذكرتي نقطة مرة مهمة، أن الواحد طبعا وزارة العمل حفظت حقوقنا وإحنا عارفينها، ولكن يمكن الناس أو الموظفة تخاف من شيء، لأنه لما الوحدة تجي تشتكي عن المنشأة أنه مثلا ما بتوفر الاشتراطات اللازمة للمرأة وهكذا، بتبلغ باسمها، يعني بيطلبوا منك رقم الهوية وبيطلبوا منك اسمك، وحتى لما بيجوا يسوي تحقيق مع المنشأة هذه بيقولوا فلانة الموظفة عندكم هي اللي اشتكت، فهنا ممكن الشركة بتأذي هذه أنه بعد ما يتحل الموضوع بتفصلها عن العمل، فكيف هي تحمي حقها أنه أنا أبغى أطلب حقوقي وأشتكي هذه المنشأة، بس في نفس الوقت ما أبغى أن المنشأة دي تأذيني في المستقبل، فكيف؟ أنت لما تقدمين شكوى ضدهم أنت لازم تواجهينهم، مهما كانت اتسمة التحقيقات أو الحكم أو فترة التقاضي بالسرية، هي السرية عن الغير، لكن هو خصمك لازم يعرف. صح. بس لازم أنا أبغى أستمر في عملي، أنا ما أبغى أترك عملي، هذه هي المشكلة. ما حيقدر، أنت طالبتي بحقك، في هنا فصل تعسف في موضوع ثاني. جميل. طيب أفنان، لو نبغى نسأل عن نظام الإجازة، يمكن هذا يهم كثير من البنات، أن نظام الإجازة يختلف عن مثلا عن اللي تداوم صباحي أو أنه لا، هي فترة العمل الليلي مؤقتة، مو أنا عقدي هيكون، هي لازم تكون شفتات بالمناوبة. بس هل أثناء هالشفتات هذه هل يختلف إجازاتي ولا لا؟ هو حيختلف، هي المزايا والتعويضات تكون على حسب الأجر أو ساعات العمل، لكن الإجازات نفسها نظام واضح للإجازات. بس في نقطة لفتتني، قلتي لي إنه إذا خافت تبلغ مو عشان يفصلونها، عشان الفضيحة، فضيحة، وإنها تخاف أنها لها مثلا يقولوا لها أجلسي في البيت خلاص بلاش الدوام، يعني تعرفين الناس مختلفين، يعني ممكن تكون هي المتأذية، هي اللي متعدى عليها، لكن تعرفين الناس ممكن خوفا على بنتها أو خوفا على أختها وزوجها ممكن يقولها خلاص مو بلازم دوام، فهي ممكن تخاف من هذا الشيء. صحيح. فلذلك تضطر أنها ما تبلغ أو ما تتكلم، خلاص تسكت، يعني هنا هذه النقطة بعد حساسة، هي اختارت أنها ما تبلغ، فما لها حق أنها تبلغ. شوفي، أول شيء التحرش مو هو الحالة فقط، الإيذاء، الإيذاء يعني مجموعة واسعة من التصرفات. النظام موضح أن الإيذاء ممكن يكون بصورة قولية أو فعلية، إيجابية أو سلبية، أي تعدي على حرية، جنسية، أي إساءة من أي نوع. صحيح. معنوية أو جسدية، حتى لو كانت، يعني نص عليها النظام، حتى لو كانت على سبيل المزاح، وحتى لو كانت إشارة لفظية أو رسمة أو رسالة بوسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الجوال، أو حتى لو كانت على سبيل المزاح ولو كانت إشارة، كل هذا يعتبر من أشكال الإيذاء. ابتزاز، تهديد، أو استغلال، استغلال، كلها هذه أشكال، فالإيذاء مجموعة كاملة ما هي فقط التحرش. طيب، هي ما تبغى تشتكي، حتى لو اشتكت لها حقها كامل وما حيقدرون يفصلون، لأنها حيعتبر فصل تعسفي. أنا بقولك ليش، لأن هي تخاف من الفضيحة. صح. إيش يعني فضيحة؟ الفضيحة أنا وأنا جاية بالطريق قاعدة أفتح جوجل أشوف إيش يعني فضيحة لغة واصطلاحا، أنا عندي غير عند غيري، لكن لغة واصطلاحا أصلا إيش يعني الفضيحة؟ الشهرة بما يعاب، نشر ما يساء، أمر مسيء، يعني تفسيرها نقدر نقول اجتماعي، يعني أنت تعتبرين أنه أنا كمجني علي هذا أمر أعاب أنا فيه، كيف أقدر أخدمك؟ لا طبعا. عرفتي؟ صحيح. فزي نسمع كلمة أنا ما أدخل محاكم، أنت داخل المحكمة طالب ولا مطلوب يفرق. صح. فهي تعتبر فضيحة كونها مجني عليها، ضحية وأخذت حقها، فضيحة. إيش بقدر أنا أسوي لها كمشرع، كمحامي؟ هنا يجي دورنا إحنا يا أفنان، لازم نوعي البنات ونقول لهم، يعني بغض النظر سواء في وظيفة أو غير وظيفة، حتى لو بالشارع ممكن أحد تعدى عليك أو تحرش، لازم أنت تبلغين، لازم أنت، يعني ما نقول تشهرين، لا، تبلغين بالطريقة القانونية تاخذين حقك، يعني هذا الشيء ممكن بنات في بدايات الصغار يخافون. أكثر كلامك، والمجتمع بعد، والمجتمع هي ما تبيه أنها تكون فضيحة. نعم. فضيحة عند مين؟ عند المجتمع. المجتمع لازم يفهم في تفريق ما بين الجاني والمجني عليه. طبعا
الآن الوضع تغير الحمد لله، وزاد الوعي عند البنات، والحمد لله الدولة كفلت حقوقنا، وأي واحدة عندها مشكلة بالعكس هذا حقك ولازم تطالبي بحقك. أستاذة أفنان شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لاستطاقتكم لي واتاحة الفرصة لي، وتشرفت فيكم جميعا. شكرا لك. نلتقي مجددا إن شاء الله. مشاهدينا إحنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي لليوم. مشاهدينا، من منا لا يسعى لتطوير نفسه وتغيير مسار حياته للأفضل؟ لكن بالرغم من إيمان الجميع بأهمية التغيير، إلا أن الكثير منا قد يرى صعوبة بالغة في إحداث هذا التغيير لاكتساب مهارات جديدة تتزامن مع طموحاته وأهدافه أكيد للسنة الجديدة. فما هي أهم الأدوات أو الخطوات اللي تساعد على اكتساب المهارات الجديدة؟ حنرحب بضيفنا الأستاذ المهندس هاني المحمد، مدرب ومستشار في التطوير الشخصي. أهلا بك أستاذ هاني، نورنا. أهلا فيكم. يعني بداية أكيد مع السنة الجديدة، كلنا أو أغلبنا بيحرص أنه يحط أهداف وطموحات لهذه السنة. قد إيش مهم أننا نحط أهداف للسنة الجديدة؟ طيب، إذا كنت حختصرها، الإنسان بلا أهداف كأنه واحد يتحرك بلا استراتيجية مدروسة، ولا هدف ولا أهداف ولا خطة واضحة ولا إطار زمني. اللي ما عنده أهداف فما عنده رغبة، واللي ما عنده رغبة ما عنده طموح. صح. واللي ما عنده طموح أكيد ما عنده أمل. صح. واللي يفقد الأمل يفقد المعنى. مزبوط. والمعنى هو أهم أساسيات الاحتياجية للإنسان. نعم. فإحنا إذا احتجنا أننا أو قررنا ونبغى أننا نغير من واقعنا وإيجاد المعنى في حياتنا، ابدأ بوضع الأهداف باختصار. مرحبات. طبعا أكيد مهندس هاني. طيب الحين الأهداف إحنا نعرف أنها بلان أو خطة الواحد لازم يمشي عليه عشان يوصل للهدف النهائي، لكن هذا الخطة أو هذا الهدف يحتاج مهارات. المهارات هذه لازم تكون مكتسبة، أغلبها مكتسبة نقدر نقول، لكن إيش هي المهارات اللي يجب توفرها في الشخص عشان يقدر يوصل لهذه الأهداف؟ ممتاز. الآن أنا أهدافي جزء منها هي المهارات اللي أكتسبها. جميل. فاكتساب المهارة هو بالفعل هدف من أهدافي، أضع في 2020 أني أكتسب 1 و2 و3. صحيح. لكن إيش هي هذه إيش المهارات اللي لابد أني أكتسبها؟ تعتمد على الشخص نفسه. أنا المهارات اللي لابد أني أكتسبها مختلفة عني. أكيد. وكذلك عن الثاني والثالث. هل هي في مجال العمل ولا في مجالي، في مجال مجال حياتي؟ نعم. فأنا أحدد لما أبغى أوصل لهذا الهدف. إذن أنا أحتاج إلى مجموعة من المهارات اللي إذا اكتسبتها وصلتني بشكل أسرع. صحيح. أعطيكم مثال. أنا في مجال الكتابة مثلا وصناعة المحتوى، فأنا أستخدم الكيبورد بشكل مستمر، لكن نعم. سرعتي في الطباعة بطيئة. في واحدة من الأهداف أو المهارات اللي لابد أني أكتسبها سرعتي. تطوير نفسي في مجال الطباعة على الكيبورد، وهكذا على كافة الأهداف الأخرى. جميل. يعني أنت تشوف الأشياء اللي ناقصتك بحياتك وتكملها. بالضبط. هذه الأهداف أو تخليني أؤدي العمل بشكل أفضل. أكثر أفضل. إتقانا أو أسرع. جميل. طيب. حتى أنجز أكثر ويكون أدائي أعلى. دائما نقول أن الشخص متى ما حط هدف قدامه ومشاله وسعاله وطوره وكان متغير هنا بينجح. يا سلام. بس أنت ذكرت تغريدة 20 ساعة تعلم أي شيء، هذه ما أدري صراحة، يعني خلال 20 ساعة ممكن أنه أنت يكون عندك خطوات معينة تتعلم جديدة. فيها أي شيء جديد أو أي شيء حبيت، بس أبغاك تقول لي كيف ممكن خلال 20 ساعة أي شخص ممكن يتعلم حاجة. هي موضوع 20 ساعة هي زي استراتيجية ومنهجية أني أتبعها حتى أكتسب مهارة جديدة. 20 ساعة ليست مبنية على دراسة، وإنما مؤلف كتاب اسمه كوفمان، جوش كوفمان، ألف كتاب أنه أول 20 ساعة تتعلم أي مهارة أو تتعلم أي شيء. أوكي. ليس لمستوى الإتقان، ولكن لمستوى أنه أكون راضي عن نفسي أني والله على الأقل أنا صرت أعرف هذه المهارة واكتسبتها. الآن يجيني بعدها خطوات أخرى أني كيف أطور نفسي وأتقن أكثر هذه المهارة في حال أنها كانت هدف من أهدافي. فالعشرين الساعة هي فقط أكسر حاجز
خوفي من أني أتعلم أي مهارة، فأنا عندي القدرة وعندي الإمكانية أتعلم أي مهارة في حال أني تمرنت ومارستها في 20 ساعة على الأقل. طيب يعني مثلا لو نقول أنا شخصيا أعاني مثلا ما عندي ذكاء اجتماعي، أنا إنسانة مني اجتماعية أبدا، مو لسبب أني مغرورة أو شيء، بسبب أني يعني أنا إنسانة خجولة بطبعي يعني، فالناس تحسب أني أنا مغرورة، ودي أكسر هذا الحاجز، ودي أكون اجتماعية، ودي يكون عندي ذكاء اجتماعي، وصراحة يعني حتى لو فكرت في الفكرة قلت خلاص إنه هذه المهارة أنا بدي أكتسبها هذه السنة وأطبقها، أبغى أتكلم عن التطبيق، كيف أقدر أطبقها في حياتي بعد كذا؟ مرة ممتاز. الآن اللي نحتاجه وذكر في هذا الكتاب إنه عندنا تقريبا 10 قواعد أساسية، في حال إني طبقتها ومشيت عليها مو شرط كلها لكن على حسب المهارة وعلى حسب الشخص، فأنا أستطيع إني أكتسب هذه المهارة بشكل مرضي. أبغى أزيد، إذا أزيد عدد الساعات. لو استعرضنا جزء منها، أول شيء أنت الآن وأنت الآن اللي عملتيه عندك احتياج، احتياج لاكتساب هذه المهارة وهي الذكاء الاجتماعي أو التواصل مع الآخرين أو أني أكون أكثر اجتماعية أو أرفع من التواصل معهم، هذه هي المهارة وهذا أول حاجة أني أعرفها وأحددها. إذا كنت أنا لسه توني جديد في موضوع اكتساب المهارات، فجيد أني أختار مهارة عندي احتياج لها أو عندي فضول أني أعرفها وأتعلمها حتى تكون حافز لي ودافع لي أني أستمر. الثاني، إذا أن هذه المهارة أقدر أقسمها إلى مهارات أصغر فمرة ممتاز، هذا حيساعدني أكثر أني أتقن المهارة الكبيرة. الآن لما نيجي نقول الذكاء الاجتماعي، إيش اللي أنا أحتاجه من مهارات أصغر حتى تخدمني؟ الإنصات مثلا، الاجتماع معهم، والثاني والثالث وهكذا، أكون أفككها إلى مهارات أصغر أو مهام أصغر، كذا أنا بديت إيش أبني؟ أبني لي خطة حتى أني أكتسب هذه المهارة. الآن أبدأ أحتاج أني أجهز إيش الأدوات اللي أنا أحتاجها حتى تكسبني أكتسب هذه المهارة وأتقنها. أحتاج كتاب معين، أحتاج فيديوهات معينة إنه ناس يتكلمون في هذا الموضوع، فهذه هي المواد التدريبية اللي أحتاجها حتى أني أتقن هذه وأكتسب هذه المهارة. اثنين، الآن أبدأ أسمع أو أشوف أو أقرأ وفي نفس الوقت أطبق، أحدد لي وقت خلال 20 ساعة، أنا ملزم 20 ساعة، طيب خلال كم أبغى أكتسبها؟ خلال شهر؟ خلال 20 يوم؟ خلال 10 أيام؟ إذن حيعطيني هذا عدد الساعات اليومية اللي أنا محتاج أني أخصصها فقط لاكتساب هذه المهارة وتعلمها. أقرأ نظري وأطبق عملي مباشرة، تعلمت حاجة، قريت حاجة في الإنصات وكيف أني أرفع مستوى الإنصات عندي، مباشرة أروح وأطبق. بعدها أنا أحتاج أحد، أشوف لي أحد، شوف كيف مستواي الآن في التواصل والحديث مع الآخرين حتى أخذ فيدباك، أخذ تغذية راجعة حتى أطور من نفسي، أعرف أنا وين وصلت، خلصت 5 ساعات ها؟ تغذية راجعة أو تغذية عكسية اللي هي ترجمة الفيدباك. بعد كذا أنا محتاج أني أجهز المكان، أتخلص من المشوشات والأشياء اللي تعيقني للتعلم. يعني معلش ما أروح أجلس في الصالة في البيت وأنا فيها التلفزيون وأخواني وأخواتي والأطفال موجودين ومسوين إزعاج وأجي أقول أنا جالس أتعلم، لا، ركز ركز وركز في مكان أنه فعلا أنت مركز أنك تتعلم. إذا أنا خصص ساعة ولا ساعتين جيد أني أقسمها، أقسمها إلى 15 دقيقة 20 دقيقة وبعدين أخذ لي راحة. السبب في هذا الشيء مستوى التركيز مع الوقت يبدأ ينزل، فأنا حافظ أنه المستوى عالي فأعطي نفسي 5 دقائق 10 دقائق بين كل فترة وفترة، لا أعتمد على تقييمي الشخصي للوقت، لا، أحط ساعة أمامي، أحط الجوال، أحط الموقف أنه 20 دقيقة، بعدين ينبهني أنه انتهت 20 دقيقة، أوقف أروح أتحرك وأغير جو وأرجع. إذا مشيت على هذه النصائح وهذه القواعد، وهذه بناء على خبرة كتبها المؤلف، بناء على خبرة المؤلف يصف نفسه بمدمن التعلم، يعشق التعلم ويكتسب المهارات بشكل مجنون، بعد كذا خرج بهذه النصائح. أنا أتوقع مش تجربة، كيف أنه أنت تكسر حاجز الخوف وتجرب شيء جديد، مش أنه أنت تتعلم شيء جديد مرة حبيت. يمكن على حكي ريم يعني أنا كنت مو اجتماعية مثلك، ولكن في يوم كسرت يعني
قررت وانجزت. انا احب اتحدى نفسي صراحه كثير، فبعلمك شلون. خطوات مره سهله. لا وبالفعل يعني افادنا الاستاذ كثير يعني بهذه الخطوات. يعني اهم شيء التركيز، واهم شيء ان الواحد يعترف بوجود مشكله صحيح. ويركز عليها صحيح. وخلاص يعني يحط القواعد والاساسيات ويدي وقت ليها. اكيد هذا اهم شيء انه يشتغل عليها. اكيد دامك انت كسرتي هالحاجز فصدقيني بتروحين. بس دائما نقول انه يعني المهارات واكتسابها دائما تحتاج تطبيق صحيح. لازم نطبق اي شيء حنا نجربه جديد علشان حنا نتعلم من اغلاطنا، وممكن انه نتعلم كمان اشياء جديده وممكن تجذبنا اكثر. يعني اللي فهمته من حكيك يا مهندس هاني انه الواحد يجرب ويشوف هو ايش يبغى بالضبط ويمشي بالمسار اللي هو يبغاه صحيح. مره نقطه مهمه، انا العشرين ساعه انا لابد اني انهيها حتى وان اكتشفت في نص الطريق باحباط او انه والله هذه المهاره ما هي هي المهاره الصحيحه لي، لا انهي العشرين ساعه وبعدها تقرر. حتصير عندنا ثلاثة من قرارات، واحد من ثلاث قرارات لما أنتهي من العشرين ساعة. إما أني أشوف أنه والله إيه والله هذه هي المهارة المفيدة لي في عملي أو في حياتي الشخصية، ووقتها حبدأ أبذل وقت أكثر. أمارس 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 صحيح. بالضبط زي القيادة. نعم إذا مارست صحيح. القيادة كل ما تمكنت منها وبدت تنتقل إلى عقلي اللاواعي وصارت إيش عادة عندي، خلاص صارت ضمن حياتي اليومية. صحيح. العقل الإنسان فيه ذكاء لدرجة أنه إذا كنت مارس شيء بشكل يومي خلاص ما يصير لا شعوري. يصير لا شعوري. صح. بالضبط يصير تلقائي. متى ما شفت جيت شفت فرشة الأسنان تذكر مباشرة أخذتها وفرشت. صحيح. شفت شيء مباشرة عملته. عشان كذا تبدأ تتشكل العادات مع تكرار ممارسة المهارات أو الأعمال. صحيح. يعني مهندس هاني في شيء أنا قريته يخص موضوعنا من زمان، في شيء اسمه 21 و90 يوم رول أو قانون بالأصح. في كتاب كمان عليه اللي هو غير أي شيء تقريبا خلال 21 يوم. هو الكونسبت حقته أو فكرة هذا القانون يقول لك خلال 21 يوم إذا مارست شيء عادة كويسة راح تكون هابت أو راح تكون عادة. خلال 90 يوم لو كملت 90 يوم وسويت هذا الشيء راح تكون لايف ستايل أو نمط حياة. فيعني احنا نبغاك تكلمنا شوي عن هذه الرول او اذا انت قد يعني مرت عليك وما مدى صحتها، ونبغى نعرف يعني اكتساب المهارات هل هذا ينطبق عليها برضو اذا كملت 90 يوم انا يعني امارس مهارة معينة هل اكون ممكن انه انا غطيتها بالكامل؟ يعني ممكن في طريقتك في طرح السؤال انت اجبتي على كثير من الـ 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 الاجابه. نعم. وهو انه انا لما اكتسب مهاره معينه وتبدا تصير جزء من حياتي او امارسها بشكل يومي او في اليوم اكثر من مره، خلال يعني عملوا دراسات وجدوا انه خلال 21 يوم من الممارسه اليوميه والتركيز عليها بوضع يعني انه في التجهيز لها واني اغذي نفسي ايجابيا وتوكيدات انه والله حتى تصير هذه الممارسه جزء من حياتي. من حياتي صح. وقتها خلال 21 يوم وجدوا انها تصير خلاص يصير الجهد اللي يبذله الشخص حتى انه ينفذها يبدا يكون اقل. صحيح. الى ان خلاص يختفي يصير ما فيه اي جهد. وهذه هي عاده، هذه هي صفات الناجحين. الناجحين واتكلم عن الناجحين اللي برزوا في النجاح. نعم. في اي مجال هو عباره عن انسان مكون من عادات ناجحه، زي مثلا نقول انه يقوم بدري الساعه 5 خلاص هو قايم، القراءه عنده 3-4 ساعات بيقراها وهو مستمتع يعني كانه بيشرب قهوه. تمام. احنا بنبذل جهد وبنتعب حتى اننا نبذل ساعتين 3 ساعات، هو 5-6 ساعات كانه بيشرب فنجان قهوه. ليش؟ لانها صارت جزء من حياته، نمط حياه. صحيح. نمط او اسلوب حياه. وهي العاده. فالانسان الناجح لما تبغى تكون متميز حول هذه العادات اللي احنا الانسان الطبيعي العادي بيبذل فيها جهد انها تكون جزء من عاداتك ومن نمطك. الرياضه على سبيل المثال، الرياضه والمشي. صحيح. صحيح. ممتاز. صحيح. طيب بمناسبة أنه إحنا الآن في 2020 وتفتحت كثير مجالات للبنات أنهم يشتغلوا في أقسام مختلفة وفي اختلاط مع الجنس الآخر، وإحنا يعني من زمان يعني دائما كانوا السيدات في قسم لحال والرجال في قسم لحال، والآن
العمل أصبح لازم أنها يكون لها زميل في العمل تتواجه معه أو تتعامل معه، وتخجل الكثير من البنات في مجال العمل أنه كيف أتعامل أو المهارة اللي لازم تكون عندي عشان أتعامل فيها مع زميل العمل في حدود الاحترافية وبشكل محترف وأدي عملي في النهاية. تواجد الآن في العمل هو للعمل. والآن جميع الزملاء، إيش اللي يميز واحد عن واحد؟ هي المهارات اللي هو مكتسبها. أنا عندي مهارة التواصل عالية جدا، مهارة الإقناع عالية جدا، مهارة اللي هو العرض والحديث أمام الآخرين عالية جدا. هذا هو اللي يميز زميل عن زميل. مزبوط. أنا هذا مهندس وهذه مهندسة، كلهم نفس الشهادة وتقريبا نفس الخبرة، إيش اللي يميز هذا عن هذا؟ حجم المهارات المكتسبة عند كل مزبوط. واحد فيهم. فاللي حيتعب على نفسه أكثر في اكتساب مهارات تنجحه في عمله حيكون هو الشخص المتميز. صحيح. فإيش الأشياء اللي تنقصني أنا؟ أنا شخص غير اجتماعي. طيب وش الشيء اللي حيخليني اجتماعي؟ عدة مهارات من ضمنها التواصل والحديث مع الآخرين. التواصل اني اقنع في بمهمه معينه او بانجاز معين، طيب كيف الهم فريقي؟ انا كل هذه عباره عن مهارات، متى ما اكتشفتها وهو اول خطوه في مسار النجاح. اول خطوه ارفع الوعي لذاتي انا، لنفسي، ايش الاشياء اللي تنقصني؟ ايش هي طيب نقاط قوتي؟ ابدا اركز عليها واستثمر فيها بشكل اكبر حتى اكون فعلا ناجح، يعني بسبب أني ركزت على هذه النقطة واللي تميزني عن الآخرين. أتوقع أنت طبقتها بنفسك مهندس هاني، يعني من الهندسة للتدريب، يعني بالضبط. أتوقع أنت هذه الأشياء بالضبط. أنت طبقتها فنجحت فيها وحاب أنه أنت تنشرها للناس، لكن فعليا في ناس ما يعرفوني بدون بالخطوات. يعني أنا زي ما ذكرت لك أنا كسرتها بيوم صراحة، أنه أنا مش اجتماعية، لا أنا لازم أتكلم، وتكلمت مع أحد غريب على طول كذا، أبغى أواجه الشيء اللي أنا أبغاه. ففعليا الشخص لما يرسم له خطوات ويشوف في هدف قدامه هنا بينجح، بس في أشخاص ما يعرفون كيف. نبغى نعرف إيش أبرز الخطوات اللي ممكن أي شخص الآن يشوفنا ممكن يتبعها وينجح إن شاء الله فيها. طيب هي أطرح على نفسي هذا السؤال، أحيانا يواجه الشخص مشكلة معينة حلها في اكتساب مهارة معينة، فهذا على طول مباشرة أنه أنا محتاج أكون اجتماعي، خلاص عرفت المشكلة وحلها هو اكتساب مهارة. اثنين، إيش اللي ممكن يبرزني أكثر في العمل؟ إيش المهارات اللي لو تعلمتها تميزت عن فلان وفلان وفلان في العمل؟ أبدأ أبحث وأبدأ أكتشفها. يعني مثلا المهندس يستخدم بشكل يومي التصاميم، مثلا برامج تصميم الأوتوكاد، لكنه ما يعرفها هو كمهندس، فيضطر أنه يلجأ لزميله المتخصص في هذا المجال فيرجع له سواء داخل أو خارج العمل. طيب هذه مهارة المفترض أنها تكون جزء مني. صح. هي حتميزني عن مهندس ثاني لو رحت أني أعمل مقابلة أو جت فرصة ترقية منه اللي يملك مهارات أكثر. صحيح. إيش الأعمال اللي أقوم فيها بشكل يومي؟ هذا السؤال اللي أطرحه على نفسي يومي، وحاب أني أزيد سرعتي في إنجازها، إذن أربطها بمهارة، أو أني أزيد من جودة المخرج اللي أنا مخرج أعمالي ومهامي اليومية، إذن أشوف وش هي المهارات اللي حتساعدني في تجويد مخرجات عملي. هذه كلها حتساعدني في أني أستكشف وش هي المهارات اللي أبدأ فيها. يعني ما أنك مدرب يعني ومستشار في التطوير، أنا راح أسألك سؤال ممكن يفيدنا جميعا مهندس هاني، اللي هو التطبيق. أنا أبغى أسألك، يعني ممكن إحنا نقرأ معلومة، نقرأ مهارة، ممكن نروح ناخذ دورة، ممكن أنه نتعلم شيء سواء على الإنترنت بأي طريقة كانت. صحيح. لكن المشكلة وين؟ في التطبيق. فإحنا نبغى نعرف إيش التكنيك الصحيح اللي خلينا حتى لو قرينا مثلا مهارة معينة أو أسلوب معين أو أيا كان، نحن من جد نروح نطبق ونركز عليه ونطبقه حتى لو مثلا غلطنا. طبعا يعني مو في كل الأحوال راح نطبقه صحيح، يعني صحيح. بالذات إذا أنت علمت نفسك من كتاب، من مقال، من أيا كان، فإحنا نبغى نعرف إيش التكنيك اللي نحتاجه عشان نطبق هذا الشيء. طيب ممتاز. الآن سواء كان حضرت دورة تدريبية، نعم. ولا أقرأ من كتاب، ولا أشوف فيديو في الإنترنت، نعم، إيش اللي يخليني أستمر؟ متى ما ربطت هذه المهارة اللي حاب أكتسبها بهدف. الآن أنا ما حتعلم حاجة إلا في شيء داخلي
هو اللي يعني يولد هذه الرغبة أني أتعلمها. إذا ما أوجدت هذه الرغبة حتكون طاقتي أقل. اثنين، شيء ثاني ممكن أنه يساعدني أني أتعلمها أنا وشخص. طيب وش رأيك نتعلمها ونحفز بعض؟ بالضبط زي لما أجي أقول يلا نروح النادي، وأنا اليوم الأول الثاني الثالث أبدأ أكسل، لكن لو معايا أحد حيحفزني وححفز وحيذكرني وأذكر. هذه الأمور هي اللي حتساعدنا في أننا نكتسب المهارة بشكل سريع. التطبيق، أتعلم المعلومة، عندنا معلومة هذا كبرها، أتعلم المعلومة الأولى وأطبقها، أتعلم المعلومة الثانية وأطبقها. والسبب في هذا الشيء أني أشوف نتائج، تشوف ردة فعل الناس يعني، أو ردة سواء فعل ردة فعل كان. الناس أو أنا أشوفها على نفسي يعني. صحيح. لما أتعلم اللي هو الطباعة على الكيبورد، لما أصير أقيس كل ساعتين ثلاث ساعات سرعتي في الطباعة، والله أول مرة 5 كلمات في الدقيقة، بعدها صارت 10 كلمات في الدقيقة، بعدها صارت إنجاز. أشعر بإنجاز، هذا يولد طاقة مستمرة داخلي يعني، فهذا جميل. يدعوني إلى الاستمرار. يا سلام يا سلام، يعني أنا ممكن من اليوم راح أبدأ أسوي هذا الشيء، لأنه فعلا أنا زي ما ذكرت المثال اللي هو التايبينج أو الطباعة يعني يهمني كثير، أنه أنا حتى من غير ما أطالع بالكيبورد أحب أني أحفظ مكان الحروف باللغتين العربي والإنجليزي، يعني يهمني، فأنا أحب أحط حتى المؤقت بس كان من زمان، لكن الحين راح أرجع وأسوي هذا الشيء إن شاء الله، وأكيد أنه راح يساعدني. طيب مهندس هاني، إذا نحب نسألك عن أن الشخص كيف يبغى يستمر بتحقيق إنجازاته؟ إحنا نعرف أنه إذا حققت هدف بتوقف، خلاص أنا حققت، وصلت للي أبغى، وصلت للي أبغى، أنت ما وصلت، أنت لسه باقي قدامك شهر مرة كبير. بس أغلب الأشخاص نقدر نقول إذا حقق الشيء اللي يشعر بيك النشوة، نشوة الانتصار، أنه أنا أي والله تعلمتها أو أنا وصلت للشيء اللي أنا أبغاه، هذا أحس بداية الفشل، بداية أنه أنت راح تنزل نزلة مرة قوية، فهذه والله خدعة لازم تحذرونها. متى أقدر أنه أنا أستمر بإنجازاتي، أستمر بتحقيق؟ يعني الواحد مش يحافظ، لا لا مش يحافظ، أنه يستمر. ما في شخص أنه يقول أنا كامل، أو أنا مثلا وصلت للهدف اللي أنا أبغاه. أنت كل يوم جالسة تتعلمين شيء جديد، طبعا. كل يوم جالسة تحققين حاجة جديدة، فأنا أبغى نعرف كيف ممكن نحقق هالإنجاز ونستمر فيه. طيب لو بعطي تشبيه بسيط حتى أني أربط هذا بهذا ويجيب على السؤال، لو فرضنا أني أنا هاني شركة، وكان هدفي خلال 3 سنوات أحقق 10 مليون ريال، هل شفنا في حياتنا شركة لما يحققوا 10 مليون قالوا يلا كل واحد يروح على بيته، يلا سكروا البيبان ومشينا؟ مزبوط. إيش اللي يعملونه؟ يضع هدف جديد، هدف جديد أكبر. صح. يقول 20 خلال 3 سنوات الثانية نبغى نحقق 20 مليون، نبغى نحقق 50 مليون، وهكذا. افرض إنك شركة، أنت في نفسك أنت براند، تستثمر بنفسك، هاني محمد براند، ما في هاني محمد واحد ثاني، ممكن الاسم لكن بالكيان هذا ما في، وكذلك الثاني والثالث والرابع. أنت شوف نفسك بهذا الشكل، بيعطيك دافع، وهذا حيعطيك دافع للاستمرارية. صحيح. الوصول لتحقيق الهدف، المتعة ليست في تحقيق الهدف نفسه. لو يصل الواحد يبدأ يلتفت ويناظر وراء يقول هذه المسافة كلها أنا مشيتها، المتعة كانت في الرحلة. صحيح. مزبوط. يعني مهندس هاني أنا ما أدري وش أقول لك، ما شاء الله يعني عندك كمية معلومات وعندك كمية تكنيكس وخطوات يعني فعلا أفدتنا، وأنا متأكدة المشاهدين بعد يعني أكيد استفادوا منك، وإحنا نتمنى لك التوفيق وشكرا لحضورك اليوم معنا. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا أكيد إحنا مكملين باقي الفقرات، لكن خلونا نطلع هذا الفاصل. بنك العيون من المجالات النادرة والمتميزة في المملكة العربية السعودية طبعا أكيد، من النجاحات المتتالية للمرأة السعودية كالعادة في هذا المجال حصول أول فتاة سعودية على شهادة فني بنك عيون مرخص من الجمعية الأمريكية لبنوك العيون EBAA. ويسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الزهراني، أخصائية بنك العيون. حياك الله أستاذة فاطمة.
الله يحييكم، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيك. بدايه احنا ما شاء الله يعني نبارك لك هذا الانجاز ونبارك لانفسنا، يعني ما انك يعني بنتنا واكيد يعني تمثليننا، وكثير بنات سعوديه تمثلوننا في هذه الاشياء الرائعه واللي فخر لنا جميعا. لكن بدايه خلينا نسالك فاطمه، ايش يعني بنك العيون؟ يعني بس تحكينا عن بنك العيون. تمام، الله يبارك فيكم جميعا. بنك العيون هو القسم المختص بتوفير أنسجة العين من القرنية والصلبة، فهو يختص أو يقوم أساسا على المتبرعين، متبرعين بالأعضاء اللي هو بعضو القرنية. فهذا بنك العيون. يا جميل. طيب إيش احتياجاتها فاطمة؟ أول شيء مبروك أكيد، بس نحتاج نعرف فاطمة إيش الاحتياجات، بما أنه تبرع إيش الاحتياجات الأساسية اللي أنتم محتاجينها يعني علشان تأسسون هالموضوع هذا، وكمان يعني إيش الخطوات أو الإعداد اللي أنتم عديتوا لهالموضوع؟ نعم، الأساس اللي يقوم عليه بنك العيون أول شيء هو زي ما ذكرت وجود متبرعين. نعم. حاليا في الوضع الحالي أغلب القرنيات اللي حنا نستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بسبب قلة المتبرعين عندنا في السعودية. وهذا الحين حاليا بنك العيون التابع لمستشفيات خاصة للعيون يحاول أن يسعى له إنه يزيد وعي المجتمع بأهمية التبرع بالقرنية. والقرنية هي يعني ما يكون فيها يعني غالبا خوف المجتمع عندنا في خصوص السعودية من التبرع، يحس أن يكون في تشوه أو شيء تغير. القرنية يعني تعتبر زي الشيء السطحي اللي غطى العين. فما فيها أي تشوه للمتوفى، طبعا هي عضو تأخذ من المتوفى ما تأخذ من أحياء. أيوة. فقط من المتوفى. فصعب إنهم يعني يتبرع. نفس موضوع التبرع بالأعضاء، بعد ما يتوفى الشخص ممكن إنه يتبرع بالأعضاء ومن ضمنها العيون. طب كلمينا أكثر عن بنك العيون التابع لمستشفى الملك خالد التخصص للعين للعيون، هل كل ما يتوفر هو لداخل المملكة فقط ولا لخارجها كمان؟ وهل عندنا بالفعل يعني متبرعين وموجود عندنا بنك للعيون يعني ممكن الاستفادة منه؟ نعم، البنك العيون التابع لمستشفى تخصص العيون يعتبر هو الأول من نوعه في المملكة. طبعا بناء على تقسيم المنظمة الأمريكية لبنوك العيون هناك نوعين من بنك العيون. في بنك العيون اللي هو متكامل، اللي هو حاليا احنا عندنا بنك العيون التابع للمستشفى اللي هو يقوم بأخذ القرنيات من المتبرع بعد أن يكون يتأكد من أهلية المتبرع. أيوة. طبعاً في معايير معينة، مو أي متبرع نقدر نأخذ من القرنية، خصوصاً اللي يكون فيها أمراض معدية أو شيء. إيش المعايير؟ حكينا بعد إذا ممكن عن المعايير كمان، تفضلي. نعم، إن أول شيء أهم شيء حنا لما يكون في متبرع، طبعاً حنا تواصلنا مع الجمعية السعودية لتبرع بالأعضاء اللي هي سكوت. نعم. فلما يكون هناك متبرع يكون أول شيء فيه تحاليل. للمتوفى، تحليل الدم انه ما يكون خالي من لا سمح الله الايدز او الفيروسات الكبد. صحيح. الاشياء اللي تعدي المريض. اللي تعدي المريض اكيد. فاطمه يعني ايه نعم، احنا نبي نتكلم شوي بعد اذنك على الرخصه نفسها اللي حصلتي عليها. نعم. ما شاء الله، يعني الرخصه هذه ايش المعايير اللي تتوفر في الشخص اللي حاب يحصل على الرخصه، وكيف يحصل على هذه الرخصه، ويعني ايش اساسياتها بشكل عام؟ نعم، الرخصة لها متطلبات. في البداية يحتاج الموظف في بنك العيون أن يكون عنده أول شيء خبرة. نعم. خبرة في أساسيات بنك العيون، كيف يأخذ القرنية، كيف يشتغل عليها، كيف يشتغل على الأجهزة الخاصة بفحص القرنية. وبعدين يكون في هناك فني بنك العيون مرخص يقيمه على أداء خلال الفترة هذه. نعم. وبعدها يدخل الاختبار. طبعا عشان الشخص يدخل الاختبار هناك يعني مواد كثيرة يحتاج أنه يقرأ فيها قراءة متعمقة. أكيد. بتشريح العين بالأمراض. بس كم فترتها فاطمة؟ يعني كم تجلس هي؟ كم سنة يعني أو كم شهر؟ نبغى نعرف التفاصيل هذه. مدة الرخصة. نعم. فعاليتها. نعم. 3 سنوات. كل 3 سنوات يحتاج نعم الفني أنه يجددها بحضور ساعات محددة وحضور مؤتمرات تخص بنوك العيون. يمكن فاطمة اللي احنا نحتاجه أكثر وعي الناس للآن ما في وعي التبرع، فهذا شوي
نحتاج نكثف، وأكيد عندكم جهود كثير جبارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، نتمنى أنه أنتم تكثفون الجهد أكثر. التخوف مش تخوف أنه أنا بتبرع، التخوف أنه كيف أنا مثلا بعطي ولدي المتوفي أو بنتي أو أمي أو أبوي أو أي أحد لا سمح الله توفى، كيف أنا أبغى أتبرع بقرانيته. التفكير شوي هو المفروض نفسه الشخص اللي يعني في حياته حتى لو هو تبرع صدقيني هو في حياته يرفضون. بالضبط يعني هذا المسألة العاطفية الثانية. العاطفية طبعًا هي تأثر علينا مرة كثير. صحيح فعلا احنا عندنا العاطفة، احنا عندنا متبرعين محليين لكن أغلبهم من جنسيات غير سعودية. صحيح. لكن أنا دائما أقول إذا الشخص شاف معاناة الآخر، يعني ترى أعداد اللي يزرعون القرنية بشكل يومي أعداد كبيرة. يحتاجون القرنيات أعداد كبيرة جدا، يعني احنا الآن معتمدين اعتماد كلي على القرنيات اللي تجينا من أمريكا، فإحنا نحتاج أن نكون مستقلين من هذه الناحية. صحيح. عندنا متبرعين. زي ما ذكرت أنه يعني ميزة القرنيات العضو خلاف الأعضاء الثانية، زي ما قلت أنها بسيطة، والمتبرع الواحد يخدم مريضين. أكيد. يعني تكون يفيد مريضين لأنها العينين. والشيء الإيجابي برضو فيها أنه ما تحتاج أي توافق مسبق، يعني مو لازم تكون عينة الدم المتبرع متوافق مع المريض، لأن القرنية شفافة وما فيها أوعية دموية، بالتالي نسبة النجاح فيها جدا عالية. نتمنى يا فاطمة يكون في وعي أكبر، وإن شاء الله يا رب يكون جهودكم توصل لأغلب الناس، وإن شاء الله أنه نكون مستقلين من هالناحية هذه ونوفر أكبر عدد البنك طبعا العيون. شكرا لك فاطمة، شكرا لوجودك معنا اليوم. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. يعتقد البعض بأن التنمر يرتبط فقط بالسلوكيات بين الزملاء في المدرسة أو العمل، لكن حقيقة التنمر ممكن أنه يطال الحياة الزوجية في ظل غفلة من الزوجين، يمكن ما ينتبه أحدهم أو ممكن يعتبره فقط مجرد خلافات تحدث بين كل الأزواج. إيش هي العلامات اللي تدل عليه، وكيف يمكن نتعامل مع تنمر شريك الحياة؟ راح تجاوبنا ضيفتنا من الشرقية نادرة الحمدان، أخصائية نفسية إكلينيكية. حياك الله نادرة. يا هلا وسهلا. الله يحييك. هلا وسهلا. أول شيء أبغى أعرف إيش هو التنمر الزوجي، وكيف ممكن أنه أنا أعرف أنه زوجي ولا زوجتي متنمرة علي؟ التنمر هو شكل من أشكال العنف والإيذاء، وقد يتخذ الشكل قد تتخذ عدة أشكال، منها أشكال جسدية، لفظية، عاطفية أو مادية. نعم جميل. طيب نادرة شوي تكلمينا عن علامات التنمر، يعني إيقاع الضرر، يعني حضرتك ذكرتي أنه ممكن يكون نفسي أو عاطفي على الطرف الآخر، يعتبر تنمر بشتى الأشكال، يعني ممكن ناس تمزح سواء بطريقة اللبس الشخص الآخر، جسم الشخص الآخر، أسلوب الشخص الآخر، يجيبه بطريقة مزح، بس ممكن المزح هذا يجرح أو يزعل، ممكن يصير تنمر بس بطريقة غير مباشرة، بس تكلمينا عن الموضوع بتفصيل أكثر. ممكن يأخذ التنمر شكل جسدي، ممكن هيئة دفع أو إيذاء أو إيقاع أذى جسدي على الآخر. أيضا قد يتخذ شكل عاطفي مثل التهميش أو الإهانة أو التجريح أو إلغاء دور الطرف الآخر. نعم. يعني دائما الشيء يبدأ بسيط، ممكن يكبر يوصل لمستويات أعلى. صحيح. نعم. طيب يعني أنا يمكن أن اختلف علي الوضع، أنه التنمر حسيت أنه زي الخلاف، يعني في ناس يمكن ما تعرف هل هو هذا خلاف ولا هذا هو عايش زي كده مع ضحيته اللي هي الزوجة للأسف وقاعد يتنمر عليها، فهل هو يعني ممكن يكون عن طريق المزح زي ما قالت مها، أنه هو بيمزح معها بس مزحه بيكون مثلا في إهانة لنفسها، لشخصها، لشخصيتها، لشكلها، خلينا نقول أي أسلوب يشعر الشخص بالإيذاء، يعني إذا شعرت بالإيذاء أو بالتقليل من قيمتي أو من تقديري لذاتي، أو شعرت أن الشخص الآخر ممكن جالس ينزل من مستواي، هذا يعتبر شكل من أشكال التنمر، ليس فقط الإيذاء الجسدي. أيضا الإيذاء الجسدي غير مقبول، في فرق بين الشخص اللي جالس يمزح معي وبين الشخص اللي قاعد يأذيني جسديا أو حتى معنويا.
جميل. نادرة، يمكن إذا نبغى نحكي عن التنمر بشكل عام بين الأزواج، أتوقع حتى الأزواج يجيهم تنمر من زوجاتهم، مش أتوقع، لأنه في نسبة فعليا أكيد في نسبة يعني إيذاء للأزواج مرة جميلة، يعني مش جميلة أكيد يعني بالمعنى كبيرة. بس أنه مرة يعني كبيرة، فاللي نبغى نقول مش مرة كبيرة، اللي نبغى نقوله أنه فيه تنمر على الأزواج من زوجاتهم، في برضو تنمر والعكس كمان، بس أبغى أعرف كيف ممكن أنا أتعامل مع الشخص المتنمر. أنا الآن ما أبغى أخسر حياتي معه، مثلا عندي أطفال مزبوط. ما أبغى أخرب بيتي، أبغى أعرف أتعامل مع الزوج، وكمان الزوج نفس الشيء إذا جاه إيذاء من زوجه. في بعض الزوجات ترى مزحها مرة ثقيل، وحتى لو جت الذبذب عليه الذبذبة مرة يعني مسكين، فيها إهانة لي، إهانة ممكن. له إهانة مزبوط. لشخصه. فنبغى نعرف كيف ممكن أنا أتعامل مع هالشخص، أو كيف ممكن أتعامل مع الزوجة. التنمر ما هو مزح ابدا، يعني خارج اطار المزح، يعني هو مستوى اعلى وسقف اعلى من المزح. وفعلا ممكن يكون التنمر من احد الشريكين، قد يكون الزوج او قد يكون الزوجه. عاده الشخص المتنمر عليه يكون الشخص الاضعف، الاضعف من ناحيه قد يكون شخصيته اضعف، تقديره لذاته اضعف، قد يكون الشخص المتنمر عليه يعاني من مشاكل او اضطرابات تمنعه من الدفاع عن نفسه او وضع حدود للطرف الاخر. مهم ان لما يكون شخص متنمر عليه لا يجرني ان اكون ايضا انا شخص متنمر، لان اذا كان كلا الطرفين يمارس التنمر على الاخر، بالتالي راح تكون الاسره هذه ساحه معركه. يعني صحيح. قد تكون معركه لفظيه او عاطفيه او حتى جسديه، فمهم ان انا ما انجر معه لنفس الساحه او لنفس المستوى، وان اضع حدود لهذا الموضوع واجد حلول. لان مثل ما قلت من البدايه ما ينسكت انا الموضوع من البدايه، لانه ممكن يكبر ويوصل لمستويات اعلى. أكيد أستاذة نادرة، يمكن في البداية ذكرتي التهميش ولفت نظري، يعني التهميش يعتبر من نوع من أنواع التنمر، لكن نبغى نعرف تكلمينا بتفصيل أكثر عن التهميش وعلاقته بالتنمر، وكيف متى يوصل التهميش إلى مرحلة التنمر، متى يندرج تحت التنمر بين الزوجين، خصوصا في الحياة المشتركة أو في القرارات الحياتية بشكل عام. في قرارات مشتركة مصيرية نقول في الحياة الزوجية، مثل الانتقال لبلد آخر والعيش في بلد آخر، انتقال لعمل لمنطقة أخرى، إنجاب الأطفال. في قرارات مصيرية يفترض أن تكون الأسرة الزوج والزوجة بالاتفاق، القرارات مشتركة بالنسبة للأولاد للأسرة، القرارات المصيرية اللي طال جميع أفراد الأسرة. الشخص اللي يفرض سلطته على الطرف الآخر ممكن ما يستشيره، ممكن يفرض رأيه، ممكن يمارس عليه الإكراه أو الإجبار للخضوع لقراراته بدون أي اعتبار لمشاعر الطرف الآخر، لرأيه، لأفكاره أو حتى لوجهة نظره. هذا يعتبر شكل من أشكال التنمر، لأنه يكون في تدمير عاطفي للطرف الآخر. طبعا هذا الشكل التنمر جدا خطير، لأنه يؤدي إلى الانفصال العاطفي أو الطلاق العاطفي بين الزوجين، وآثاره جدا خطيرة على الأسرة ككل وحتى على الأفراد أو الأطفال اللي ينمو في هذه الأسرة. يعني إذا قلنا أنه التنمر فيما يبدو أنه شكل من أشكال العنف الأسري أو التعنيف للزوجة أو الزوج، زي ما قلت يا رندا، عشان للأسف كمان في أزواج معنفين، يعني إذا هذا فيه التنمر معناته أنه ما فيش الأساس، ما فيش العلاقة الطيبة بين الزوجين، ما فيش المحبة أو المودة بين الزوجين. هل ممكن التنمر يقود إلى الطلاق؟ هل ممكن يكون الطلاق هو الحل؟ أو ممكن يكون أنه في حل مع المتنمر، ممكن تلجأ الزوجة لحل أخير مع المتنمر؟ يفترض من البداية أول ما يلاحظ أحد الطرفين أن الشريك جالس يمارس سلوكيات التنمر، مثل ما قلنا سلوكيات التنمر قد تكون بالألفاظ، قد تكون بالتهميش، قد تكون بالإكراه أو الإهانة، من البداية ما نسمح للمشكلة أنها تكبر، ولو صار أن المشكلة وصلت لدرجة كبيرة أنه يلجأ للمختص، للاستشارة الزوجية، للأخصائي اللي ممكن يساعدهم على تجاوز هذه المشكلة. لأن المشكلة تكون عند الشخصين، يعني الضحية الشخص المتنمر عليه يعاني من مشاكل، أيضا الشخص المتنمر
قد يكون عنده خلل أو اضطراب في شخصيته، عدم ثقة بالنفس. يعني الشخص المتنمر أيضا هو شخص يعاني، ممكن يعاني من سرعة الانفعال، الغضب، عدم السيطرة على النفس، فهو أيضا شخص ننظر إليه شخص يعاني، فالطرفين يعاني في هذه الحالة. مهم يلجأوا للمختص اللي يساعدهم على وضع جدول للسلوكيات أو تغيير السلوكيات الخاطئة، تنظيم الأفكار، المشاعر، الاستبصار بالمشكلة. أحيانا تكون في مشكلة بس يكون الشخص المتنمر نقول مو مستبصر بمشكلته، مو عارف أنه يعاني من مشكلة. صحيح. فاللجوء للمختص يساعد على الاستبصار ومعرفة مشكلته وكيف يتجاوزها. طيب يعني الآن لو نيجي نتكلم عن زي ما ذكرتي ريم، في أزواج معنفين، لو جينا نتكلم عنهم خلينا ناخذ منها الناحية أنه تعنيف الزوجة لزوجها، الآن في ضغط نفسي مرة كبير، يعني بتمارس عليه تنمر، بتمارس عليه ضغط نفسي، بتمارس عليه أشكال عديدة وكثيرة، لكن لو أنا رجل مستحيل أروح الأخصائي وأشكيله أقول له زوجتي تعنفني مثلا، أو زوجتي جالسة تمارس علي ضغط نفسي، أو زوجتي جالسة تطفشني. هذه ما أحس أنه في زوج يعتبرها عيب، الزوج يعتبرها عيب، يمكن حتى الأصدقاء مستحيل يحكي، أمه أقرب شخص له مستحيل يحكي. هنا نبغى نعطيه خطوات، نبغى نعطيه أشياء معينة ممكن أنه هو تفيده، وممكن فعليا الخطوات هذه خلاص هو بيمشي عليها الآن أستاذة نادرة، فإذا ممكن تعطينا شوي خطوات أساسية يمشي عليها سواء الزوج أو الزوجة من غير ما يلجأ الأخصائي. ساعات يقولون لك أنه أنا والله مستحيل أروح أفضح نفسي، أو مستحيل أنه أنا أروح أحكي. أنا أقول دور الأخصائي مهم، لكن في بعض الأشياء اللي ممكن يمارسها الشخص ممكن تخليه يتجاوز هذه المشكلة وممكن يحلها. يعني الأخصائي لو ما قدر الشخص في داخل الأسرة يحل المشكلة بعدين يلجأ للأخصائي، ممكن إنه ما يحاول ما يدخل في نقاشات حادة مع الشخص، يلاحظ تصرفاته لما يكون الشخص المتنمر في مزاج عكر أو نقول الوقت غير مناسب للنقاش أو الحوار، ما ندخل في نقاشات حادة مع الشخص المتنمر. الشخص المتنمر أيضا قد يكون أساسا يعاني من ضعف الثقة في النفس أو عدم الشعور بالأهمية، فالضحية أو المتنمر عليه ممكن يشعر الآخر بأهميته، بالاحتواء، بالحب، بالاهتمام، وبالتالي الشخص يقلل من سلوكيات العنف لديه. يعني أساسا المتنمر ممكن يكون عنده أساسا شعور أن الطرف الآخر ما يحبه، ما يهتم فيه، أو أن يقلل من قيمته، فإذا أشعرنا بقيمته وبالمحبة وبالاهتمام تبدأ تقل هذه السلوكيات حتى تنطفي. أساسا التنمر سلوك متعلم، وتكرار سلوكيات التنمر ممكن ينميها ويكبرها أكثر، فإذا انطفت من البداية ممكن يتجاوزها الإنسان وما تتكرر مرة ثانية. نعم جميل. أستاذة نادرة ذكرتي نقطة جدا مهمة ولفتتني فعلا، اللي هو قلتي الطرفين يكونون متضررين، اللي هو المتنمر والمتنمر عليه، فأبغاك تكلمينا إيش الفرق. يعني إحنا عارفين أكيد، يعني واضح وبكل وضوح المتنمر عليه أكيد ممكن جسديا نفسيا يحس أنه قاعد يهان، جالس شأنه أو بيتقلل من قيمته، لكن إحنا نتكلم عن المتنمر خصوصا، كيف يتأذى؟ يعني انت اللي في الوضع المسيطر، او انت اللي جالس تأذي الشخص هذا، فكيف انت يعني زي ما ذكرتي هو بيتأذى بنفسه. المتنمر اساسا يكون انفعالاته حادة وعنيفة، ممكن يكون يتصرف بدون ما يفكر، يكون أساسا يعاني من اضطراب، قد يكون عنده ضعف في الشخصية، قد يكون شخص تعرض هو نفسه للتنمر في فترة الطفولة، أو عانى من مشاكل أسرية أو أسرة كانت تمارس سلوكيات التنمر، قد يكون يعاني من الشعور بالوحدة، يعاني من الشعور بالفراق، قد يكون عنده ضعف في الثقة بالنفس، قد يشعر أن قيمته منخفضة أو عنده نقص في أحد الجوانب ويحاول يعوض هذا النقص بفرض السيطرة أو الجبروت. نعم. طيب أستاذة نادرة أنا أبدأ أسألك عشان توجهي نصيحة للزوجة أو للزوج المتنمر عليه، نصيحة أخيرة اللي يعيش ضحية للتنمر في عائلة تملأها. يعني احنا عارفين انه التنمر يعني حيسبب اجواء سيئه في البيت، خصوصا في اطفال وكذا. نصيحه اخيره للزوجين، ايش هي النصيحه اللي توجهها للمتنمر والمتنمر عليه؟
العائلة اللي يحتويها الحب أو يضمها الحب والاهتمام والشعور بالأمان، إشباع جميع الرغبات، الرغبات سواء كانت هذه رغبات مادية جسدية أو أيضا رغبات معنوية أو عاطفية ما تظهر فيها هذه السلوكيات، وحتى لو بدأ ظهور الاضطراب فيها ينطفي من البداية يعني. أكيد طبعا أستاذة نادرة الحمدان، شكرا لهذه النصائح وشكرا لوجودك معنا اليوم. يعني ما أدري أنا شخصيا زي ما قالت من البداية الشعلة نطفيها. صحيح. إذا في شفت شكل من أشكال التنمر لازم أوقف ونحده، إذا ما مش الحال مع السلامة. جميل. مشاهدينا إحنا نطلع فاصل ومكملين معكم. أحيت أمس كل من الفنانات أنغام ومريم فارس والفنان عبدالله رويشد ليلة استثنائية ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض. خلونا نتابع الأجواء، أكيد راجعين. في ليلة من ليالي سمرات الرياض المميزة افتتحتها مريم بوصلة غنائية رائعة. عبرت مريم عن سعادتها بتواجدها في الرياض بين الشعب السعودي اللي كان متواجد في حفلاتها في كل مكان. أوزادها لحبيب علي على أشياء قلبي اللي ما تنسى، أوزادها وبكى علي نقدرش أنا نبقى نعيش معها. بيعني لي كتير، بيعني لي محمد الناس اللي حسة فيها كل مرة عم بجي، والله وأنا عم بتعلق فيهم صراحة صرت أكثر وأكثر. حلو كتير يعني، خاصة اليوم كان الأجواء كلها different. يعني للصراحة ما عم بتأثروا، ما عم تخلوا شيء ما عم تعملوا. يعني سمو الأمير محمد بن سلمان مكمل وين ما كان بكل المناطق عم ينشر الفرحة والبهجة بقلوب الناس، ونحن بنشكره هذا الشيء. يعني أنا الجلسات مش بعيدة علي، عامل جلسات قبل بس مش بقلب الصحة غير شكلي. والناس مبسوطة والدفايات لا 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 كل شيء كتير حلو والتفاصيل كتير حلوة. طب من خلال اطلالاتك العديدة مع جمهور الرياض خلاص صرنا صحبة على قولك، كيف شفت جمهور السعودية وجمهور الرياض بالأخص؟ شوف خبرك شغلي، بكل حفلات بروح عليها بكل الوطن العربي عطول في سعوديين وسعوديات، وعطول جو الطاولات تبعولهم غير، او مطرح ما انه بيكونوا قاعدين الجو غير، فتخيل انه انا هون بعكر دارهم. حلو حلو كتير يعني. هي امبارح بالليل نزلت بعد ما عرفنا، بس من اول ساعتين صار في ضغط على الشبكه عنا على التشانل لدرجه انه عملت بلوك يعني التشانل عنا، فهذا الشيء بخليني المس اكثر واكثر. طبعا من بعد ما طلعت ثلاث مرات ترندنج بالسعوديه خلاص انا عرفت انه انا ام ويلكم هون، ومن بعد ما نزلت هذه الاغنيه كمان حسيت اكثر واكثر بهالمحبه. سيدي وصال تلت مريم انغام بصوتها الشجي وقدمت وصلتها وسط تفاعل كبير من الجماهير. بس عايزة أحيي روتانا وأحيي معالي الشيخ تركي آل الشيخ على الأفكار المختلفة اللي بيعملوها، الحقيقة عاملة جو مختلف فني وثقافي كنا محتاجينه من زمان، ويمكن احنا كمصريين كنا نحب نشوف يعني ازاي الجو الخليجي الطابع ده اللي معمول النهاردة في سمرات الرياض، لانه انا شخصيا جاية متحمسة ومبسوطة اني هقعد في مكان مختلف وهغني في اجواء مختلفة، فانا بحييهم على التنوع الرائع يعني الكبير اللي بيتعمل. وانا مفيش شك انه يعني سعيدة انه انا كفنانة مصرية موجودة النهاردة في حدث زي ده في اجواء مختلفة،
ودايما مبسوطه اني موجوده في الرياض ودايما مبسوطه اني موجوده في المملكه العربيه السعوديه. الحمد لله انا محظوظه السنه دي والسنه اللي فاتت يعني اللي هي لسه سايبانا من شويه 2019 اني نهيتها في الرياض وببتديها كمان في الرياض مع روتانا ومع جمهور المملكه العربيه السعوديه ونجاحات كبيره يمكن مش هنساها عمري يعني. أكيد نشكر الزملاء على هالتقرير الجميل وسمرات الرياض. الله أنغام ومريم طبعا أبدعوا فعليا غير أناقتهم اللي كنا نحكي عنها. أي والله الأناقة مريم لابسة كيب يجنن صراحة وهي إنسانة صراحة مرة أنيقة وأبدعت في السمرات وأنغام كيف حول الأغنية بالستايل المصري خلوها كذا ما أدري كذا يسموها سامري لا يعني جو السمرات جو السمرات حلو كان بالفعل أجواء جدا جميلة. مشاهدينا ننتقل الآن ونشوف أهم وآخر الأخبار لهذا الأسبوع في مجتمع أونلاين. ألاف ومئتين وستين كوب قهوة تدخل مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فقد شهد المتحف المصري الكبير فعالية تسجيل الرقم القياسي حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ أمون باستخدام 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزيك كرمز للمحبة والترحيب. وقد سبق تسجيل لوحة للموناليزا باستخدام 3604 كوب قهوة بمدينة سيدني بأستراليا عام 2009. كما تم تسجيل لوحة أخرى نفذت بمدينة هونولولو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 باستخدام 5642 كوب قهوة. ورأى كثير من المغردين بأن دخول المتحف المصري إلى موسوعة جينيس بهذا الرقم الجديد يدعم جهود السياحة في مصر والتي تشجعها كل دول الخليج والمنطقة العربية. نعرفكم اليوم إلى تطبيق بروتون كالندر الجديد لإنشاء جدول أعمال مشفر تشفير تام حيث تفتقر معظم التطبيقات والخدمات الحديثة لهذه الخصوصية. فتطبيق بروتون كالندر موجه خصيصا للأشخاص الذين يحتفظون بسجلات منظمة للمواعيد والمشاركة الأخرى كون أن المعلومات المخزنة في التقويم هي شخصية بامتياز حيث لا تستطيع الشركة الوصول إلى البيانات أو نشرها لأطراف خارجية. ومن المميزات القادمة مع الخدمة دعمها لإنشاء وحذف الأحداث مع خيارات للتكرار كل يوم، أسبوع، شهر، كذلك خيار تعيين تذكير وأكثر من ذلك. شكرا مجلة سيدتي على هذا التقرير الرائع والمؤثر كالعادة. دائما أقول ما شاء الله تقارير سيدتي أو مجلة سيدتي دائما مميزة. أنا راح أبدأ بآخر خبر أو آخر شيء في التقرير يمكن حرك مشاعري كثير. ما شاء الله يعني الرسام أو الأشخاص بشكل عام اللي ينولدوا ممكن من غير أطراف كيف استعملوا الأقدام أو أقدامهم في رسم لوحة وتشكيل شيء فني رائع وكيف سبحان الله هذا الشيء أو استخدامهم لأقدامهم برسم لوحة أنه يحرك أو يغير خريطة الدنيا
الدماغ بشكل كامل. صح. يعني سبحان الله كيف جسم الإنسان يعني فعلا قادر. يمكن من أذكى الأشياء أو يمكن أذكى من أذكى الأجهزة اللي موجودة الحين حاليا، وتكون طبعا أكيد من صنع الإنسان، لكن شوفي كيف الجسم يتبرمج ويتغير بشكل عام. يقولون لك دائما أنه حنا نستخدم نسبة مرة بسيطة من الأشياء اللي حنا نقدر نعملها. مزبوط. إحنا يعني كأشخاص عاديين، فكيف لو يعني كنت شخص مميز وقدرت أنه أنت تتغلب على المشكلة؟ كنا نتكلم فيها قبل شوي أنه كيف تطور مهارتك، كيف أنه أنت تقوي نفسك. نعم. ممكن نكتشف في نفسنا مواهب ترى ما نعرفها. بالضبط. يعني لو هو بيقول برضو في التقرير أنه مو بس الناس اللي يتولدوا فقدين للأطراف، ممكن الناس عاديين ممكن يدربوا نفسهم منذ الطفولة أو حتى على كبر، يعني إيش المشكلة؟ أكيد صحيح. أكيد دائما ما نكبر حنا والله. لا لا. اللي يكبر يعني على قولتهم القلب خضر، يعني اللي يكبر دائما لما انت تحس انه انت شخص كبير وعاجز واشياء كذا، فانت كبرت صدقيني. بس انا حبيت كمان مصر، الف مبروك، دخلت موسوعه جينيس من جد، مره حبيت. بس والله جالسه افكر بالقهوه، شربوها ولا ما شربوها؟ اكيد شربوها. صدق 7000؟ اي كثير. وزعوها اكيد، وزعوها على كان المفروض 260 كوب قهوه، يعني عدد مره. هذا والله لو وزعوها على كل المتحف ما اتوقع. يا سلام. لا يكفي، هم عددهم 90 مليون بس ما اتوقع انهم مشوا وزعوها. لا بالعافيه وصحتين وعافيه اكيد، وحنا مبسوطين انه انتم دخلتم موسوعه جينيس. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين. بعد وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية يدشنان 19 مركز لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في المملكة بهدف تعزيز حقوق الطفل وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة. فما هي النواحي القانونية التي يجب على الوالدان أن يعرفونها طبعا لحضانة الطفل والزيارة؟ الحديث بتفاصيل أكثر معنا في الاستوديو ضيفتنا الأستاذة عبيدة الشبل، محامية ومستشارة قانونية. حياك الله. هلا حياك. يا أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نتكلم عن هذه المبادرة، يعني ما هي مبادرة شمل وكيف تدعم أطفال العوائل اللي انفصلت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فيما يتعلق في مبادرة شمل، هي طبعا تساعد على تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في بيئة أفضل فيما وتحافظ على حقوقية الأسر، خصوصية الأسر، تحافظ أيضا على حق الأطفال في أن عدم التعرض لأي نوع من الضغط النفسي، بحيث أن يتم النظر إلى تسليم الطفل واستلامه بشكل من خلال أخصائيين في علم الاجتماع، ناس متخصصة تدرس نفسيتهم. أحيانا يكون الأطفال غير مهيئين للزيارة، غير مهيئين للانتقال من الحاضن الأول إلى الحاضن الآخر أو اللي هم عنده بداية. فهذه المراكز الآن تغير أن اللي كان يتم بالقوة الجبرية. طبعا احنا لو نرجع قبل تقريبا ما يقارب 10 سنوات، كان الاستلام والتسليم في حال امتناع الطرف عن طريق أقسام الشرطة. الشرطة كان الأمر جدا صعب صراحة، أن الأب أو أحد الأقارب يأخذ الأطفال إلى قسم الشرطة ويتم الاستلام والتسليم هناك. بعد ذلك بدأت جمعية مودة الخيرية بأن تقوم في هذا الدور، وهي إلى الآن تقوم به، ويتم تحويل حالات عن التنفيذ من محكمة التنفيذ في بعض محافظات المملكة منها الرياض طبعا، ولكن هذه المبادرة الآن هي ستشمل محافظات المملكة بالعموم طبعاً. من خلال تواجد هذه المراكز لتسهيل عملية التنفيذ. جميل. يعني أنت الآن ذكرتينا كيف ممكن يسهل هالقرار هذا كيف للأطفال وللوالدين كمان. بس في أشخاص يرفضون، يعني في واحد من الوالدين يرفض أنه هو مثلا يجيب أطفاله، هنا إيش ممكن يعمل؟ نعم، هو المشكلة الأساسية صراحة في حال الانفصال، لما ينفصل الأم والأب، كثير من الحالات أن يبدأ يساوم في الأطفال. صحيح. ويصيروا هم وسيلة الضغط على الطرف الآخر. صحيح. يعني يجينا بعض الحالات الأم تحضن الأطفال وترى من وجهة نظرها أن الأب ليس له حق حتى في الزيارة، هي ترى من وجهة نظرها أسوأ شخص في العالم. صحيح. فما يحق له حتى يشوف عياله. فهو دائما لابد أن نحاول أن ننشر الوعي في هذا الموضوع، أن هناك طرف حاضن والطرف الثاني حق له الرؤية طبعا. يعني هذا أمر طبيعي جدا جدا. في حال اكتسبت الأم الحضانة أو الأب للطرف الثاني الحضانة الزيارة، طيب الحين صدر الحكم، طيب وصار في حكم في الحضانة والطرف الآخر له الرؤية، امتنع الطرف عن التنفيذ، هناك محكمة التنفيذ يبدأ استدعائه، طلب تسليم عن طريقهم أو عن طريق جمعية مودة طبعا الخيرية، والحين إن شاء الله يصير في المراكز هذه إن شاء الله. لو امتنع بعد ذلك
طبعا يصدر قرار في السجن. أي طرف يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام مجرد امتناعه يصدر عليه قرار بالسجن مدة 3 أشهر للامتناع فقط، سواء كانت الأم أو الأب. طب والله هذه يعني قوانين صارمة وممتازة جدا، وشفنا يمكن في السنوات اللي راحت كثير من المطلقين يعاني انه سرق ولدي وراح او انه ما تبغاني اشوف ولدي. الان هذه المراكز راح تحل مشاكل كثير، ولكن خلينا نتكلم في الفترة اللي يكون فيها لسه ما صدر حكم القاضي في الطلاق او القضية او في الحضانة، خلينا نقول في هذه الفترة هل يستطيع احد الوالدين انه يشوف الطفل أو الأطفال عن طريق أو خلال هذه المراكز؟ نعم، الآن مثلا لو الأم طلعت من البيت أو طلقها أو منعها من عيالها مثلا وهي طلعت ولا يزالوا عند الأب، طيب فهي تطلب الحضانة وترفع دعوة تسليم من الدعاوى المستعجلة، تستلم الأطفال إلى أن يفصل في الحضانة. لو صدر الحكم لها ولصالحها فيصير الأبناء معاها. يعني مبدئيا في البداية يكونوا عند الأم أساسا؟ هو ممكن يكون عند الأب، فلو كانوا عند الأب وهي تبغى مثلا أعمارهم صغيرة وقد تستغرق مثلا الدعوة في المحكمة لا يقل عن 5 أشهر ولا صدور الحكم ومدة الاستئناف، فعدة أشهر قد يكون هناك أطفال صغار يعني لا يمكن مثلا تحملهم البعد عن والدتهم، فترفع دعوة مستعجلة بتسليم محضن، تستلم الأبناء ويكونوا معها إلى انتهاء الصك ويصدر حكم الحضانة، وبالتالي يصير للطرف الآخر حق الزيارة. جميل جميل. طيب أنا عندي سؤال، لكن ممكن أن يكون شوي بتوسع أكثر. لنفترض الحضانة عند الأم الآن. نعم. جميل. الأم هذه مثلا قررت أنها ترجع ترتبط أو تتزوج مرة ثانية. نعم. الأب جالس يطالب في أبنائه، هي مثلا ترفض. أنت ذكرتي في بداية ممكن توصل لثلاثة أشهر سجن في حال أنه ما طبقوا اللي طلب المحكمة. نعم. اللي طلبته المحكمة. لكن في هذه القضايا عادة هل يطول؟ هل هي تكون لها أحكام واضحة وصريحة يستعجلون فيها تاخذ وقت؟ نبي بس تحكي لنا عن الموضوع. نعم. أو السيناريو هذا. نعم، الحقيقة يعني القضاء في السنوات الأخيرة فيما يتعلق في الحضانة هناك توجه كبير أن تكون عند الأم ما لم تسقط عنها الحضانة لأحد أسباب سقوط الحضانة، يعني فقد الأهلية مثلا أو تنازلها هي عن الحضانة، وأيضا هنا النظر إلى مصلحة المحضون. نعم. ففي حال مثلا تزوجت الأم طيب هل هذا يسقط بس عندها؟ ما يسقط، لا ما يسقط حقها مباشرة في الحضانة. لأن لو يستطيع الأب في هذه الحالة أن يرفع دعوى حضانة بسبب زواج الأم، لكن في هذه الحالة لو هي قدمت عند الشيخ أن زوجها الثاني يعني اللي تزوجت نعم ما عنده مانع وجاء للمحكمة وأقر ببقاء الأبناء عنده وعمرهم صغير فلا تسحب منها الحضانة، وهذه فعلا يعني شفناها في كثير من الأحكام. ليه؟ لأن أعمار صغيرة. طيب لو أصبحت أعمار الأبناء كبيرة وأصبح مثلا على 13-15 في بنات، هنا قد ينظر القاضي الآن الأب مثلا يرفض إن بقاء بنته مثلا عند شخص آخر أو شيء، فينظر إلى المصلحة ويحكم بموجب المصلحة. جميل. طيب يعني والله اللي ضايعين فيها الأطفال. صح. نعم. والله اللي ضايعين فيها الأطفال، رايحين يمين ورايحين يسار، وإذا جت وتساوم عليهم ولا إذا جاء ويساوم عليهم، يعني الضغط النفسي اللي على الأطفال. هنا كيف أنتم تدارون الأطفال؟ كيف تعرفون مصلحتهم؟ كيف أنا أعرف أنه هذا الطفل لا والله لا ذا ينفع ولا ذا ينفع؟ هنا فعليا أبغى الطفل. كيف أنتم تنظرون له بهالحالة هذه؟ نعم، زي ما قلت لك بداية في المراحل العمرية الأولى غالبا المصلحة مع الأم ما لم يثبت عكس ذلك. طيب أنا أرى أن المفروض يصير في توعية عند الآباء والأمهات، يعني أن بمعنى في حال انفصلوا لأي سبب من الأسباب، لم تستمر العلاقة بينهم لأي سبب، أن تخفيف الضغط على بعض بخصوص الأبناء. أوكي. ويحاولوا قدر الإمكان. لا شك أن الولد اللي انفصل صار في انفصال. أنا يعني ما عندي اختصاص اجتماعي صراحة من ناحية اجتماعية، بس يعني من ناحية قانونية نشوفها، نرى أن حاجة التوعية أن خلاص يعني أن دام تم الفراق بينكم أنتم، فهذا الأمر تحاولوا قدر الإمكان الحفاظ على نفسية الأبناء قدر الإمكان. ما أحد يحرم أحد من الطرف الآخر. لا أنا أقصد أستاذة عبيدة، ما أقصد من ناحية اجتماعية على نفسية الأطفال، أنا أقصد كيف تعرفون أنه الأب هذا مؤهل ولا الأم هذه مؤهلة. أنا الآن جالسة أنرمي يمين ويسار. نعم. أنا طفل بالنهاية ما يعرف كطفل يعني كطفل. طيب. كطفل أنا كيف أعرف. نعم. أنه هذا مؤهل ولا هذا مؤهل. نعم. هو الطفل الآن هو خارج النزاع اللي يتنازعون عليه. ما هذه. نعم. اللي يتنازعون عليه دولي هم الأم والأب. تمام.
طيب في الحالة القاضي ينظر، يعني يأتي مثلا طلب الحضانة، تطلب الأم مثلا تقول أنا أبغى حضانة عيالي، الأب مثلا ما عنده أحد في البيت، لا جالس بالحالة، تذكر الأسباب، متزوج، الأب مثلا عنده سوابق، الأب مثلا إن معنف، نعم معنف كده، طلعنا من البيت بسبب تعنيف، فيبدأ يعني يكون هناك في مؤشرات وما يثبت أنه فعلا غير قابل للحضانة وليس لديه الشيء، فبالتالي يحكم الشيخ للأم. طيب على العكس الآن لو أن الأم مثلا عندها أسباب، مثلا لا قدر الله عندها مثلا شيء في مثلا صحي. قدرة صح يعني ما عندها القدرة الصحية أن هي ترعى الأطفال لأي سبب لا قدر الله، أو مثلا عندها مثلا فقد أهلية يعني ما تقدر تتخذ قرارات أن تكون فعلا هي ترعى الأبناء، لأن الآن كما تعلم أن أصبحت الأم الحاضنة تستطيع تسيير أمور المحضون كامل في جميع الجهات، فيكون عندها الأهلية، فهذه الأمور اللي ينظر من خلالها الشيخ لتقدير أن حقيتها في الحضانة. طيب أنا بدي أعرف الخدمات اللي تقدمها هذه المراكز بشكل أكثر، يعني هل هي مركز تسليم يعني واستلام للطفل، أو هل أنتم بتقدموا دورات توعوية للوالدين مثلا للطفل، أشياء نفسية في عندكم هذه الأشياء ولا كيف؟ نعم. الحين أنا في المبادرة ما ذكروا تفاصيل صراحة، ولكن أنا لو سويت عليها قياس على جمعية مودة اللي تم فيها، هي ليست دورها فقط الاستلام والتسليم، تهيئة أيضا. يعني أحيانا مثلا يكون الولد مع الأم 5 سنوات وبعد ذلك يأتي الأب لأخذ هذا الولد، فيصبح الولد في حاجة للتهيئة، فيصير في جلسات يحضر الأب ويهيئه للزيارة، هذا اللي نبغاه، هذا نعم. هذا هو المهم، الطفل نعم يصير في تهيئة لتقبل ذهابه مع الأب سواء كانت في الزيارة، لو كان عمر الأطفال جدا صغير مثلا أشهر أو سنة أحيانا تتم زيارة داخل المركز ما يطلع برا المركز، لأن الزيارة قد تكون ساعية، قد تكون بالأسبوع، قد تكون مع مبيت، قد تكون مدة إجازة طويلة حسب أعمار الأطفال. هذا شيء مرة جميل، يعني أهم شيء مصلحة الطفل أولا ومراعاة للطفل ونفسيته، وممكن يعني للأسف يعني هذا شيء جميل اللي حتقدم المراكز، لكن للأسف بعض الوالدين كيف تقنعيهم إنه هذا هو المركز وهذا صح لولدك وهذه هي الطريقة السليمة لنفسيته والعاطفته كمان، كيف تقنعوا الوالدين إنه تعالوا هنا المركز إذا في طلاق أوكي ما في مشكلة، ولكن إحنا رح نسلم الولد ونستلمه وهكذا ونراعي نفسيته في الموضوع. في الحالة طبعا الأصل أن صدر الحكم ينفذ مباشرة، يعني ممكن يتم الاتفاق على التنفيذ، لو رفض أحد الأطراف التنفيذ هو ليس له الخيار، محكمة التنفيذ ستحيل إلزامي لهذه الطريقة بدل أقسام الشرطة، فهم ملزمين فيها، يعني ما في خيار للممتنع. يعني في حال امتنع أحد الوالدين بتحيل المحكمة إلى هذه المراكز، نعم ولو هذه المراكز سوى التقرير إن غير متجاوب أو غير متعاون أو ما يحضر الولد على الوقت المناسب أو ما يستلم في الوقت المناسب، نعم فيصبح هناك قرار من قاضي التنفيذ بالإيقاف أو بأي أمر يراه. يعني فعلا أنت ذكرتي نقطة مهمة ريم، فعلا ممكن الناس ما تعترف لأنه موضوع حساس، انفصال وطلاق وأم وأب وفيها أطفال، فيقول لك أنا ما أحتاج مثلا أو ما أبغى أحد أو ما حد لي شغل، يعني فعلا أنت ذكرتي نقطة وأنا حبيت يعني أن في عندنا أنه إلزامي أنهم يكتبون مثلا تقرير أو يكتبون شيء معين ويرفعونه للمحكمة، والمحكمة تجبر هذه العائلة أو هذا الشخص أنه يروح ينفذ عشان حفاظا على سلامة الطفل، حفاظا على نفسية الطفل مستقبلا. النفسية بعد إحنا ممكن كثير ناس تفكر أن الإيذاء إيذاء جسدي بس، لكن الإيذاء النفسي أعمق من الإيذاء الجسدي، لكن أنا ودي يعني نبي نتكلم شوي عن المشاكل اللي يمكن تواجهكم في هذا موضوع الحضانة وموضوع الانفصال جدا حساس والزيارة، نبي نعرف إيش أكثر المشاكل اللي ممكن أنها تواجه الحاضن. نعم، هي أهم المشاكل إن عدم تجاوب الطرف الآخر وبالتالي أصبح لها مسار. طيب الآن إحنا بصراحة يعني علشان نكون منصفين، يعني دائما أنا أحب المقارنة ما بين الوضع اللي كان والقائم الآن، فنجد إن فعلا هناك تحول، يعني هناك ما شاء الله وزارة العدل في السنوات الأخيرة بالتفاصيل، نعم أصبح هناك تطور سريع، سرعة في إنجاز القضايا إلى حد ما. طبعا هم بعض الناس يستغرب يعني يتوقع أن المحكمة قد تنتهي في يوم ولا في أسبوع، لا طبعا، لكن أنا لما أقارنها الآن ببعض الأشهر على كيف كانت سنوات فأشوف أن أصبح هناك جدا تحول اختلاف كبير. اختلاف كبير جدا، زي ما قلنا مثلا للأطفال في عمر صغير تسليم مباشر، دعوة تسليم وهي من القضايا المستعجلة. أيضا مثلا يعني الآن الحمد لله ما في مشاكل تواجه فيما يتعلق برفع الدعاوى، أحيانا اللي قد يواجهه مثلا محاولة الطرف الآخر مدعي عليه في المماطلة، عدم حضور الجلسات مثلا،
عدم التنفيذ، ولكن كلها الآن مع التبليغ الإلكتروني أصبح يتم التبليغ عن طريق أبشر، حتى لو ما حضر يصدر عليه حكم مباشرة لأنه ثبت التبليغ. فيعني سابقا كان يتم تأخر إلى ثالث جلسة أحيانا للحضور، الآن من الجلسة الأولى لو ما حضر فممكن أن القاضي يبدأ بسماع الدعوة ويبدأ في النظر فيها. فالحمد لله يعني في تطور صراحة جدا جميل، وحقيقة يعني الوزارة ما قصرت، لأن فعلا في أخذ بعين الاعتبار مصلحة المحظون من بداية صدور الأحكام إلى الآن طريقة التنفيذ. الحمد لله أن تخفف الأعباء النفسية على الأطفال. هو حلو دائما لما أنت تأخذ مصلحة الطفل قبل أي شيء. الآن القضية صارت بالمحكمة، هل يحق لي أنه أنا أزور طفلي، أو هل يحق لي أنه أنا أطالب أنه أنا أزور طفلي سواء الأب أو الأم؟ نعم، يعني أنت الآن مثلا الولد عند الأب وأنت تبغي حضانة أو زيارة؟ زيارة. أنت تبغي فقط للزيارة؟ خلال ما تكون القضية بالمحكمة هل يحق لي أنه أنا أزوره أو أطالب أنه أنا أزوره؟ ممكن تطلبي تسليم مباشر، طلب تسليم مباشر إلى انتهاء الدعوة، بعد ذلك ينظر. طبعا هي الأصل أن يحكم في الحضانة، وبعدها إما بدعوة منفصلة تكون الزيارة أو في نفس الصك لو اتفق الأطراف يصدر القاضي أن تكون الحضانة مثلا مع الأم وللأب الزيارة تحدد، وأحيانا ترفع بدعوة منفصلة بالزيارة. لكن أهم نقطة أن لو الأبناء عند الأب تستطيع الأم استلامهم فترة التقاضي مع الاحتفاظ بحقها بالحضانة، يعني تطلب زيارتهم عندها لانتهاء الحضانة وبعد صدور الحكم. مرة جميل. إما أن يكون غالبا الحضانة لها ما لم تسقط عنها أو تتنازل، أو مع الأب وتأخذ حق الزيارة. جميل. يعني الحمد لله التسهيلات اللي بتقدمها وزارة العدل اختلاف مرة كبير عن 10 سنوات واليوم. في كثير يمكن كانوا أمهات اتطلقوا أولادهم ما شافهم بسنوات طويلة. نعم. لكن اليوم الحمد لله أهم شيء الوعي، أهم شيء أنه السيدة تعرف حقوقها وتعرف مين تكلم وتعرف كيف تأخذ حقها، والحمد لله العدل والدولة كفلت العدل للجميع. شكرا لك أستاذة عبيدة على هذه النصائح، وشكرا لك إن بتعرفك عن هذه المراكز. شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، انتظرونا بكرة في حلقة جديدة. إلى اللقاء.